إذن نجدد اللقاء بالإخوان، تحية إلى كل الإخوان المشاهدين والمتتبعين للصفحة في انتظار دخول الإخوان باش على بركة الله نتكلم شوية على ما يقع معنا. واحد المشاهد جوج في انتظار الإخوان يدخلوا، تحياتي لجميع الإخوان اللي التحقوا سي زكي ونبدأ على بركة الله ونتكلموا على ما يجري. تحياتي للسي رضا، تحياتي للسي سليم، تحياتي لجميع الإخوان اللي التحقوا سي زكي وسي جمال. اعتذر لانه ما علمتش الاخوان باش غندير اللايف، ما بغيناش يهجم علينا هذاك الذباب الالكتروني. فالمهم اللي عندنا تحيه السي جوبا سمات، كريم، مومو، جميل، سي محمد. المهم حنايا اعتذر الاخوان لانه ما علمتكمش غندير اللايف، فاظن راكم عارفين علاش، لان ما بغيناش عاوتاني يهجم علينا هذاك الذباب الالكتروني وكذا. نذكروا الرساله، المهم راه غادي توصل. الاحرار راهم ما كيقصروش، راهم كينشروا هذاك الشيء وراهم كيتكلفوا بهذيك الامور. المهم في انتظار المزيد من الاخوان المتتبعين والاصدقاء يلتحقوا، وغادي نبداو على بركه الله هذا اللايف اللي غنتكلموا فيه على بعض الامور المهمه، ونتكلموا فيه على المعتقلين وعلى الاخوان اللي طالهم الاعتقال مؤخرا، وغادي نتكلموا على القضيه اللي تشغل الراي العام الان اللي هي قضيه الصحراء الغربيه. ونتكلموا كذلك، غادي ناخذ واحد الحيز من هذا الوقت باش نرد على هذاك الكلب ديال عبدو الكلبي. غادي نرد عليه واحد الرد اللي غادي يعجبو مزيان، كنتمنى غادي يوصلوا اكيد، ولكن غادي نرد عليه وغادي نوضح بعض الامور. لست مطالبا بالتوضيح، ولكن احتراما للاخوان اللي متتبعين ديال الصفحه والاخوان المتتبعين ديالي، احتراما وتقديرا لهاد الاخوان، غادي نوضح لهم من يكون محمد هشام الرضوي وشكون هو انا، وكيفاش يعني كان، كيفاش يعني من اكون، لان جالس كيطلق في شي مغالطات. انا غير الاخوان ما كنتبعش حمار بحال هذا، ما كنتبعوش، ولكن الاخوان، بعض الاخوان اللي اصدقاء وكيتواصلوا معايا هما اللي صيفطوا لي واحد الفيديو اللي المهم هجمني فيه انا، وهجم تشفين بالقزيز، وعلى ما اظن داك الدكتور، داك الطبيب العسكري، ولا واخا انا ما كنعرفو ما كيعرفني، ولكن المهم وهاجم بالقزيز. انا ما جيتش باش ندافع على بالقزيز، ولكن بالقزيز راه يقدر يدافع على راسو، راه اظن انه يعني راه اظن انه بالقزيز راه عنده يعني عنده كفاءه باش يدافع على راسو باش يجاوب هذا السيد هذا. اما فيما يخصني انا غادي نجاوب هذا الاخ هذا عبدو الكلبي، وغادي نوضح بعض الامور للاخوان المتتبعين باش نبين له بالضبط بانه حمار، كيتبين على انه حمار في كل مره كيتعرض للناس ما كيعرفهمش، وكيتبين بانه حمار في كل مره بالدليل. انا وكون كنت في هذا المكان ديال هذا السيد هذا، ونشوف هذوك غير التعاليق ديال الناس، كل شيء كيسبك، ما نبقاش نشعل حتى التليفون، ما نشعلش التليفون. تحياتي اذا الاخوان كلهم اللي التحقوا، وبادلكم كذلك سي ماسين، وبادلكم كذلك الاحترام والتقدير. اشكركم على الاستجابة، واشكركم على الالتحاق بهذا المباشر اللي غادي نتكلموا فيه على بعض النقاط المهمة جدا التي يعني تخص ما يجري في، لا بالنسبة لحراك اوروبا ولا بالنسبة للمعتقلين ولا. اذا اولا اريد ان احيي جميع الاخوان هادو واشد على ايديهم، كما احيي الاخوان اللي في اوروبا بجميع اطيافهم، كما احيي ويعني واريد ان اشدد على هذه القضيه، احيي الاخوان باسمائهم، السي المهدي والسي فنان الشعب السي عبد اللطيف الزريدي، وواحد الاخ كان معهم، الذين التحقوا بعد مسيره
31 بباريس التحقوا بقرية بيتز لمواصلة الاحتجاج تعبيرا على الرأي ديالهم وتمثيلا للإخوان الجمهوريين المنددين بالديكتاتورية العلوية. إذن أحيي هاد الإخوان على هذا الصمود، وأحييهم على وخا مشاو بثلاثة بهم، ولكن أحيي فيهم هاد النزعة الرجولية والنخوة اللي تحلوا بها ومشاو، رغم أنه العديد من الإخوان اللي يعني أعتب عليهم، اللي يعني بشكل أو بآخر اعتذروا وفهمتي، ولا كل شيء كيسل صافي ما سميتو. هنا كيبين بان راه ما المغاربه ما كاينش عندهم الفكره ديال التضامن وديال 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 يعني يكونوا يعني يد في يد وكذا وي سميتو، ما كايناش هذه القضيه. اذا احيي الاخوان هادو كلهم اللي شاركوا في مسيره 31 مارس في باريس، كما أحيي أصدقائي اللي شاركوا كذلك عن الجمهوريين المغاربة واللي مثلونا وشاركوا كذلك بهذه المسيرة، غير أنني أعتب على هاد الإخوان اللي في اللي في اللي في اللي في المسيرة ديال 31 مارس، لأن الإخوان ديالنا اللي نخرجوا واحد حنايا وغادي يغرقونا هادو الجمهوريين وكذا. حنايا قلناها حتى نضنا الشعر على لساننا، نحن جمهوريين ايها سيدي، حنا جمهوريين ونحن ندعو لاسقاط الملكيه بالعنوان العريض، باش نقولها لكم بكل وضوح، حنا ندعو لاسقاط الملكيه بالعربيه بالدارجه، ندعو لاسقاط الملكيه والهالك ياك. وحنا المواقف ديالنا واضحه، حنا المواقف ديالنا لا غبار عليها، ما كان اللي كيشطح ما كيخبعش وجهه، ما كاينش كنتخباو مور الاوراق ولا مور تقارير والرم ولا مور ولا كنمشيو بالنصائح في التليفون ولا كنمشيو مور شي حزب كيودي يدينا ولا يجيبنا. حنا ناس واضحين، حنا ضد الملكيه في المغرب بجميع اطياف ديالها، حنا ضد الملكيه في المغرب، نحن ناس جمهوريون، حنا ناس جمهوريين، نختلف فيما بيننا كجمهوريين، كل واحد عنده الرؤية ديالو لهذه الجمهورية، ولكن عندنا قاعدة ديال الناس اللي كتشوف المسار ديالنا كجمهوريين بنفس الرؤية اللي كنشوفوه حنايا. اوكي، حتى لهنا حنا مزيانين. الان هاد المسيرة ديال 31 مارس حنايا دعينا لها وخرجنا، وحنا ديما قلناها كنقولوها وقلنا لكم نضنا الشعر على لساننا، حنا كنتضامنوا مع الاخوان اللي في الريف، حنا كنتضامنوا معاهم بجميع الاطياف ديالهم، راه كاين في الاخوان ديال الريف ناس جمهوريين كذلك، الذين يدعون الى الحكم الذاتي يعني تقرير المصير الى بغيتي، وحنا كنتضامنوا مع هاد الاخوان في الرؤيه ديالهم، لان هذه هي اسمى مراكز الديمقراطيه، اسمى وارقى مراكز الديمقراطيه هو انك تكون منفتح على جميع الاراء ومنفتح على جميع التوجهات، تصنت وتناقش، الى عندك ما باش تناقش وباش تاثر الناس وباش تحيدهم من الغلط وتديهم للصواب تفضل قول، والى عندهم هما باش يحيدوك من الغلط ويديوك للصواب يقولوا لنا وحنا مرحبا، ما كاين حتى مشكل. حنايا ما جيناش هنا نضربوا ولا جينا هنا شي يسب شي في اللايفات ولا جينا، نعم كتكون بعض المشاكل داخليه بين الاخوان المناضلين، ولكن تحل فيما بينهم، هذا لا يخسر زعما ما كيخسرش للود قضيه، هذا الموضوع هذا بين هاد المناضلين، غادي يدابزوا اليوم غادي تختلفوا على هذا الراي غادي يرجعوا يتوافقوا على هذا الراي، هذا شغلهم هذاك. ولكن حنايا جينا نهار الاول هاد الاخوان غير باش نوضح لان هاد القضيه مهمه جدا، انا بقيت كنتفرج وكنتشوف وكان ما بغيتش نعقب، ولكن الان غادي نعقب على هاد الاخوان هادو، غادي نقول لهم الوضوح، بغاو الوضوح غنقول لهم الوضوح. حنايا جينا نهار الاول قلنا لكم حنا معاكم في المطالب ديالكم، ونحن نساند هاد الاخوان المعتقلين، ونحن ضد الحقره وضد التهميش في المغرب باكمله، ونحن كذلك نساند اي فكر واي توجه، سواء كان حكم ذاتي ولا كان تقرير مصير ولا كان استقلال، كيما بغى يكون
كان دعموه حتى حنا، وكان صنتوا له، وكان وكان حطوا ايادينا وعقولنا وكل شيء وقلوبنا كلها معاهم. ولكن المطلوب من الاخوان كذلك في المقابل، في المقابل هاد الاخوان هادو حتى هما يبدلونا نفس الشعور. ماشي ضروري يكون عندك توجه جمهوري باش تكون انت معايا. انت تقدر، كان تقدر تمشي لقريه بيدز وما تهزش اسقاط النظام، تهز مطالب ديال خبزيه ولا مطالب ديال اطلاق سراح المعتقلين ولا مطالب ديال، ولكن المغزى فين كاين؟ المغزى، المغزى كاين شنو بان لي او ولكن المغزى فين كاين؟ المغزى كاين هو في الفكره ديال التضامن، الفكره ديال التضامن. لان المغاربه نهار يوصلوا للفكر ديال التضامن تما غادي نكونوا قطعنا واحد الاشواط كبيره باش نزيدوا لقدام. الفكره ديال التضامن، التضامن. انا الان اختلف معك في الراي ولكن اتضامن معك لانه عندك شي مشاكل انت التي انا اعاني منها كذلك، واحد العدد ديال الناس يعانيوا منها كذلك. اذا انا ما تاخذ مني غير حتى انا نساندك ونوقف معك، نوقف معك ونمشي ونهز المطالب اللي كتضرني انا، اللي كتمثلني انا، وانا محمد هشام ولا المهدي ولا عبد اللطيف الزرايدي ولا يكون من يكون هزيت اسقاط النظام، انا اتحمل المسؤوليه ديال هزيت اسقاط النظام ولا طالبت بالجمهوريه، اتحمل انا المسؤوليه فيها، انا كنتحمل المسؤوليه فيها. ما كيتحملوش فيها المسؤوليه الالاف ديال الاخوان الاخرين. ف يعني الفكره شنو هي؟ الفكره وهو التضامن، المبدا ديال التضامن. فين راه المبدا ديال التضامن؟ المبدا ديال التضامن مع هاد الاخوان فين راه؟ الا جينا اليوم نقولوا حنا جراده ما تضمناتش معانا، حنا ما نضمنوش معاها. ايوا اسمها هذيك اللي نضوا على الماء، جيت هذاك زاكوره ما تضمناتش معانا وما نضمنوش معاهم. ايوا هادو ما تضمنوش معانا وحنا ما نضمنوش معاهم. تما غنبقاو، وتما كتوريو للنظام بانكم انتوما عطيتوه ستيك. تما كيتعطيو انتوما للنظام ستيك. النظام شنو؟ المخابرات وهذاك الافلام ديالهم وداك دي اس تي وداك لاجيت وداك الحماق ديالهم كامل. شنو هو الاهداف ديالو؟ الاهداف ديالو ملي كتنوض بحال هاد، بحال هاد هنا هنا وهناك، كتنوض لهم مسيره هنا، كتنوض لهم مظاهره في هاد الجامعه، ناض لهم الصداع. شنو هو الاهداف ديالو؟ شنو هي اول حاجه كيلعبوا عليها؟ وهي فريق تسد، وهي كيدخلوا باش يفرقوا، كيدخلوا وكيبداو يجبدوا السلوكة بعضياتهم وكيبداو يشبكوهم، شبك هذا مع هذا، صور هذا ليه، صور هذه لنا، صور هذاك ليه، دي هذا، حيد هذا الميساجات، سجل هذا، سجل الاخرى، سجل الاخر، وكيبداو يشبكوا، كيبداو يضربوا شي احمد مع محمد، كيبداو يضربوا احمد مع محمد. فهذا ما كيخدم لا المصالح لا ديال الريافه، ولا كيخدم المصالح لا ديال الناس اللي في الداخل اللي تا هما يعانون ما يعانون هذوك الاخوان في الريف، ولا كيخدم المصالح حتى ديال واحد. المهم غير باش نكونوا واضحين، انا اكن الاخوان اللي في اوروبا واللي جان والسي عبد الصادق البشاوي، ويعني اكن له الاحترام والتقدير، والاخوان كلهم بيل الكذا، ولكن بقى في الحال حتى على مستوى بيناتكم انتوما، لماذا لم تعطى الكلمه مثلا لهذاك السي بوجيبار؟ هذاك يمثل ناس من الناس الذين يدعون الى الجمهوريه الريفيه، ولا تقرير المصير، ولا سميه كما شئت، ولا الحكم الذاتي، ولا شنو ما بغيتي تسميه سميه. علاش ما تعطاش الكلمه بينما تعطى الكلمه لواحد الاخ من الجزائر، من احترامي للاخوان من الجزائر، قبايلي ريفي تا هذاك راه امازيغي، مع احترامي، ولكن تعطات لهذا الراجل هذا، هو تعطاه فرصه يهضر يقول. يعني انتوما الاخوان هذو اللي في اوروبا كلكم يعني كتعيشوا نتوما في ظل واحد الدول ديمقراطيه، ودول اللي زعما قطعت اشواط كبيره باش وصلت لها الديمقراطيه ولا حقوق الانسان، وما زعما وهذا الشيء كاع اللي وصلاتو راه قطعت واحد الاشواط كبيره. كتعيشوا نتوما تحت ظل هاد الدول، وكتعيشوا تحت ظل القوانين ديالها، والاغلبيه فيكم تحملون جنسيات هذه الدول. ايوا، وفين راه الديمقراطية؟ فين راه الديمقراطية؟ لأن ملي كتجنس أنت في واحد الدولة، ملي كتجنس فيها، راه كتكون عشتي فيها واحد السنين طويلة يعني،
يعني راه كليتي ملم بالقوانين ديال هذيك الدوله، وكتعرف كيفاش وكذا، وكتحترم القانون، وكتولي انسان ديمقراطي. بحال دابا في اسبانيا، بحال دابا في هولندا مثلا، في اسبانيا ولد اخت الملك وراجل اخت بنت الملك دخل للحبس، دخل للحبس، تحاكم ودخل للحبس، راجل بنت الملك ومازال مجوج بنته، ثبت عليه التورط في القضيه ديال الضرائب ولا ما نعرف، ودخل. ها هو داك الفونسو ديال الريال ولا معرض ديال البارسا، ولا حتى هو غادي يدخل الحبس الى القضاء ثبت على انه مذنب. اذا انتم ناس كتحترموا القانون وكتشوفوا بعينكم كيتطبق على الكبير والصغير والوزير واللي ماشي وزير، وكتجيو بيناتكم خوتكم كخوت بيناتكم، وكتبداو تطبقوا قانون الغاب، كتطبقوا القانون منين جيتيو انتوما في دول اخرى. ف يعني اتمنى من هاد الاخوان هادو الاقل اللي يعني اللي كيديروا هاد اللي كيديروا العصافر الرويضه بالعربيه، باش يحاولوا يعني يراجعوا المواقف ديالهم شويه ويسميتوا. كذلك احث الاخوان في الريف، هادو الاخوان القائمين على الحراك في الريف، الحراك الريفي في اوروبا، هاد الاخوان المناضلين. انا ما كنعطيكمش اوامر، انا هنا ماشي باش، انا راه قلتها وكنعاود نوضحها، انا هنا انسان كنعطي ارائي الخاصه، الراي ديالي الشخصي. بغيتي تاخذو به خذ به، ما بغيتيش تاخذ به ما تاخذش به، شغلك هذاك. ولكن انا هنا كنعطي الراي ديالي الشخصي، بما انني كذلك انتمي للمغرب، وانا ولد المغرب وانتمي للمغرب وانتمي لهذيك الارض، وكنعرف هذيك المنطقه الشرقيه اكثر من اللي كنعرف المغرب لداخل. فانا كنعطي واحد النصيحه، ولا اعتبروها راي، ولا اعتبروه كما بغيتو تعتبروه، بغيتي تاخذ به خذ به، ما بغيتيش تاخذ به شغلك هذاك. انا اتمنى من هاد الاخوان اللي في القائمين على الحراك في اوروبا، باش يمشيو لما يسمى ببلان بي. بلان بي شنو هو؟ هي الخطه باء. الخطه باء شنو هي؟ الخطه باء هي يمشيو في ملف تقرير المصير، ملف تقرير المصير. خاصكم تمشيو في ملف اممي لتقرير المصير، وتسجلوا القضيه ديالكم في الامم المتحده، ويولي من حقكم باش تقرروا المصير ديالكم، يدار استفتاء، وهذيك المنطقه تحكم راسها براسها. موارد ديالكم والخيرات ديالكم والخيرات ديال 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 ديال, ديال رجال الاعمال ديالكم اللي في اوروبا، اللي عندهم المليارات والبليونز اوف دولار، تستافدوا منها نتوما، ويعطوكم منطقتكم نتوما تقوموا بالتنميه ديالها، نتوما تبنيو فيها المدارس ديالكم، نتوما تبنيو فيها الجامعات ديالكم، نتوما ديروها بالتصور اللي بغيتو نتوما. لان المنطقه الشرقيه في المغرب راه كما ما كيخفاش على الجميع، منطقه غنيه بزاف ديال الامور، منطقه غنيه بزاف ديال الامور. زياده على ذلك، زياده على ذلك، هاد الاخوان المهاجرين اللي بالملايين، اللي من ايام الخمسينات، هادو ريفيين الشتات اللي في الدياسبورا، هادو الخمسينات، وهذا اللي مشاو لاوروبا واصبحوا الان من كبار رجال الاعمال في اوروبا، هما اللي يقرروا، هما والاخوان ديالهم في الريف. انا كنشوف انكم تقرروا انتم المصير ديالكم بيديكم، وبلادكم انتم تخدموها بيديكم، وانتم تنهضوا بها بيديكم، وتبعدوا من هذا الخزعبلات ديال المخزن، وبقاو عليكم الهوى والرؤيه والحكيمه وحنا وكذا وكذا، باش يكون في معلوم المغاربه كلهم. وهذه المعلومه جد دقيقه، جد دقيقه، ومازال ما متاحاش عند الجميع. الان المغرب جالس كيبيع الثروات ديال المغرب كامله، بما فيهم المكتب، هذا المكتب لا شريف، ماشي شريف، لو كان شريف كون كيعطي، كون كان راه كيتقاسم هذيك الثروه مع الشعب. انا اسميه المكتب لا شريف. الفوسفات كيبيع 45% من الاسهم ديالو كامله للامارات، وهذه معلومه جد دقيقه من داخل المكتب هذا. كتباع الان 45%، راه العقد راه في طور، راهم كيوجدوا لو كيقولوا كذا، وراه غادي تتباع 45% للامارات. وراني اللي كيتبعني قبل راني قلت لكم المغرب راه كيتباع، راه باعوه كامل، راه باعوه كامل، لانهم يعلمون ان الزوال قريب،
وحتى باش قلت لكم انا حتى كاع الى مشاو في حالهم كاع وزادوا الله يهنيهم، راه غادي يجيو يخرجوا لك واحد الناس يقول لك سيدي هسي حنا راه شارينا هادشي راه ديالنا بالفلوس، هادشي راه شريناه ها فلوسنا هادي، انا غناخذوه ولا غندخلوا على يماك هنايا بالطياير وندخلوا عليك بالصوار خلينا، هذا راه رزقنا. كما تباعت بقاو طابخيننا في الاعلام وفي النشرات وكذا، اكبر مساحه للطاقه الشمسيه في العالم كذا ما كذا، هذيك اللي في النواحي ديال الورزازات وكذا، واخا مرحبا وياه مزيان هادشي مزيان مخير، غادي يخدم المواطن وغادي يخدم وغادي على الاقل ملي ولات عندنا اكبر مساحه ديال الطاقه الشمسيه اللي تولد الكهرباء في المغرب في العالم كله كاينه في المغرب، مزيان هذا شيء، هذا شيء زعما راه مزيان مخير ايوا، وهذا الشيء غادي يرجع للمغاربه راه هلكوهم نيت الفواتير ضد الضوء وداك الشيء. لا سيدي بعناه للسعوديه، شراتو السعوديه داروا لهم تما في المغرب، شحال هما يطبلوا ويغيطوا وكذا وهذه، ولا الطاقه الشمسيه والمغرب والطاقه الشمسيه والطاقه الاف الكيلومترات العالم لم ايه، واشنو دار المندبه كبيره والميت فار من بعد فين راه هذا الشيء؟ المغاربه هي غيوليو يخلصوا غير 15 درهم ديال الضو في الشهر. لا سيدي بعناها للسعوديه واخا، تامين 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 باعوه لجنوب افريقيا شركه وطنيه ديال التامين قد الخلا وطنيه ديال التامين باعوها كامله لجنوب افريقيا، حياك الله حتى ولا داك الموتور راه غير شتو غير البارح، ولا الموتور هذاك لاسورانس ديالو 14000 ريال كانت 700 درهم دوبلوها له في جوج، دوبلوها له في جوج حيت شركه اخرى ماشي شغلهم، هما ماشي شغلهم، ماشي شغلهم تكون مغربي ولا انا مستثمر، انا مستثمر، انا جاي شريت بالفلوس جاي نرد فلوسي، انا مستثمر. ها هما دابا موتور كان ب 700 درهم كيخلص في العام ولا كيخلص دابا 1400 درهم، دابا هذا غير الموتور، وراه الموتور وموتور راه دابا كيتختلفوا، موتور اخر عاوتاني كيخلص 2000 درهم ودوبلوها له 4000 درهم، ما ندوزوش للطوموبيلات والطاكسيات ولداك الافلام، هذاك الشيء راه جايكم في الطريق، غادي توصلوا له، غادي توصلوا له، راه حنا قلنا هذا الشيء وقلناه وقلناه والناس ما كتصنتناش. اذا كذلك بغيت نفتح واحد القوس ونتكلم على هذا الاخ حموده، هو في الحقيقه ماشي غير الاخ حموده ولكن الاخ حموده هذا حموده ولد اسفي، لانه كان من بين المناضلين الاوائل اللي ظهروا في المغرب صراحه، يعني باش الواحد ما يقول لي عليه ما ينكرش زعما سميتو الواقع، هذا الاخ حموده هذا كان من الناس المناضلين الاوائل اللي برزوا ف كيحاربوا الفساد، واخا هو ما عندوش زعما واحد تكوين واحد ثقافه زعما سميتو، ولكن انسان بعفوانيه بداك الشيء اللي كيعرف، مسكين ولد الشعب ولد الحومه ولد، هو ماشي مسؤول على داك الحاله اللي هو فيها اللي كبر فيها، اللي مسؤوله عليه الدوله اللي وصلاتو لهكاك، خرج بعفوانيه، خرج طرطق عيا خرج كيهضر، دخلوه دربوه بعام الحبس، خرج خرج عاوتاني المره الثانيه، مع ذلك اصر باش يكمل هذه المسيره وبقى، وها هما الان كيديوه كيغرقوه في صمت تام السكينه، الا من رحم الله واحد الاخوان، واحد المجموعه ديال الاخوان والاخوات اللي مساندينو وكي 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 وكيحاولوا يعني مساكن بداك الشيء المتاح يعاونوه ويوصلوا الصوت ديالو، ونحن بدورنا غادي نبقاو نساندوه ونساندو جميع المعتقلين، جميع المعتقلين بما فيهم الاخ ياسين، بما فيهم هذاك المهدي بوكيو، واحد المهدي بوكيو هذا كنساه ديما كنبغي نتكلم عليه وكننسى هذا المهدي بوكيو، كذلك اللي ولد في 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 سن الظهور، الذنب اللي دار هو بغى يدير حزب سياسي في المغرب، حزب ما كيتماشاش مع داك الشيء اللي كتعرفوا نتوما ديال ان الوطن والله والملك وكذا والمقدسات وكذا، ناضوا ضربوه الان بشي 30 عام ديال الحبس ولا ما عارف 20 عام ديال الحبس، مو كتقيل تجري هو من مدينه القنيطره، تقيل تجري مسكينه عيات ما خلات لا لا, لا عيات جري. كذلك هذا ما سيقع للاخوان المعتقلين ناصر الزبزافي والسي محمد جلول والعديد ورابع الابلاق ونابي الحماجيق وكل الاخوان هذو اللي اللي اللي
اللي معتقلين على خلفية الحراك ديال الريف. كذلك لان المغرب بعدا والامن ديال المغرب، خاصكم تعرفوا بان هذا كان جس ديال النبض، كان جس ديال النبض للشارع المغربي، انهم بقاو كيديو فيهم يجيبو داوهم لكم للدار البيضاء، شبعوا فيهم عصا، داوهم في الكوبتر كذا، كان جس ديال النبض، بما فيهم كذلك السي حميد المهداوي. والان الان كنشوفوا يعني دابا مع هاد خيبات الامل كلها، ومع هاد التهميش اللي في المغرب، وهاد الهشاشه اللي في المغرب، وهاد اللامسؤوليه اللي في المغرب، اللي الناس زعما اللي كيقودوا المغرب بهاد اللامسؤوليه، كنشوفوا الان المغرب في حاله حرب بين قوسين، في حاله حرب، بينما القائد الاعلى القوات المسلحه والبراك وداك الهضره القويه وقعتها وليطا ماجور والصواريخ وكذا، اسماعيلي ما بيه فرنسا ما جما. واش عباد الله الدوله في حاله حرب؟ دابا غادي نفسروا حنا هذه الحرب، وغادي نهضروا على الاخوان ديال الصحراء الغربيه، غادي نتكلموا على كل شيء اليوم. وهو الملك اللي هو قائد القوات المسلحه وكذا، القائد الاعلى كذا، تسمعوا تتهرب كذا، هو كيتسارى، رابط لي داك المونطو ديال جوجو جادجيت، رابطو وكيتسارى في فرنسا. شكون انت اللي كتهضر؟ انا باولو، من الاحسن ما تعرفنيش شكون انا، ان الا عرفتيني شكون انا ما غتبقاش تنعس. المهم جالس سيدي، غادي نهضروا على الصحراء السي، غير 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 شويه، كون عندك الصبر واحد شويه. المهم تبارك الله على الاخ انس اللي يلا التحق بنا، اخي وصديقي انس. المهم جالس هو رابط لي داك المونطو ديال جوجو جادجيت، وكيتسارى في داك سميتو بدوك عاوتاني دوك الجينات وداك الشيء، عاوتاني التيشيرتات جينات شي ورد، كيشري الورد لشي جرده ما نعرف داك العجب، عاوتاني واقف شي لوان بحال اللون خروي، داك الشيء ما تعرفو كي داير، واقف مزير تما غيتجلاغمو غيتفرقعو لي البلاد ديالك انت دابا، والعتاد العسكري والقطاع العسكريه غاديه، قلت لك قوافل غاديين ديال العسكر وكذا، وهادي اللي ما تطلعش انت، بما انك القائد الاعلى للقوات المسلحه، كطلق لنا داك مانار السليمي، وطلق لنا واحد بعض ديال واحد الشمايت بالكرافاطات ديالهم، دوك الطابور الخامس ديالك كطلقهم لنا، دوك اللي بايعين الدمام ديالهم يناقشوك داوي، اللي ما تكونش انت القائد الاعلى للقوات المسلحه، وتخرج بنتايا بالزي العسكري وتخرج وتقول لنا شنو واقع، ولا على الاقل يخرج شي واحد من اداره الدفاع، من هذيك ليطا ماجور، ياك ما عندكمش المتحدث باسم الجيش الملكي؟ ما عندكمش، كاع الدول العالم عندهم متحدث باسم الجيش الملكي، باسم الجيش ديالهم، وانت ما عندكمش، انتوما متحدث باسم الجيش، ها ما عندكمش ملحق اعلامي كولونيل جينيرال دوكور ولا كيعجبونا، غير كتسطروهم يبوسوا لي الدين ديال هادي اميره، هذا برهوش، هذا كتجيبوهم يلحسوا يجيو يتطواو، فين هذوك القرايضيه ديالك؟ راه كل واحد واقفين تما، واقفين داك بدا كاع الطرز، ولا ضيعتو فيهم غير الخيط دوك الخياطه، والله سيدي الا ضيعوا فيهم غير الخيط، بقاو يخيطوا لهم يطرزوا لهم، هذا مطرزوا له الكيبي، هذا مطرزوا له الماكارون هنا، هذا طرز له شي جدوعات الشجر، هذا كدا، شارك زعما، راه شارك في الحروب، وهي العرب كلهم، اخر حرب شاركوا فيها هي غزوه احد، كيشريو في السلاح ويجريو كدا، اخر حرب العرب كلهم شاركوا فيها هي غزوه احد، هي غزوه احد، ولا يقتلوا بعضياتهم، ولا يقتلوا ينوضوا يقتلوا بعضياتهم في اليمن وداك الافلام، صافي، ما يخرجش قائد الجيش ببيان، ولا هو كمالك، راه قلنا لكم الذي يقود هذه الدوله، علاش حنا غي جينا وقلنا لكم اسيدي بارك علينا، حنا ما بغيناش الملكيه، ما بغيناش الملك، حنا ما بغيناش الملك، واش نبغيوه بالسيف؟ واش حنا بغيتونا نبغيو الملك بالسيف والملكيه بالسيف؟ حنا ما بغيناش الملك،
واش هذا يعقل؟ ما لا لا يعقل، راه ما يمكنش نبغي شي واحد بالسيف عليا، راه ما غاديش يمكن لي، ما غاديش يمكن لي نبغي شي واحد بالسيف عليا. حنا ما بقيناش باغيين الملك، ما بقيناش كنثيقوا في الملك، ما بقيناش كنثيقوا في الاسره هاد الهلكيه ديالكم، هاد العلويه ديالكم، ما بقيناش كنثيقوا فيهم، لان قرينا ونبشنا التاريخ موراهم وقلبنا لقيناهم حدهم فاس والرباط. عصابه كانت في فاس والرباط يبقاو في فاس والرباط، حدهم فاس والرباط. عصابه هذه العلويه حدا فاس والرباط تبقاو تما نتوما، الا بغيتوا المعقول حتى فاس الرباط هاد العصابه هادي، وقلبوا في التاريخ، والا كاين شي شلاغمي يجي يخرج قلبوا في التاريخ، حدكم فاس الرباط. ملي شتيو المغرب راه كان الريف الكبير راه كان عند عبد الكريم الخطابي، ايوا الجهه الاخرى راه كانت عند القلاوي، او الصحراء راه كانت عند ماليا صحراوه. وانتوما راكم مجموعه ديال العصابه، عصابه مافيا، مافيا مافيوقراطيه، انتوما مافيا، انتوما مافيا، جيتو كتوقفوا الناس هادشي قديم الزمان، تديو لهم ديالهم، ومنين لقيتيو بان غيهجموا عليكم من دكاله، وغيهجموا عليكم من الريف، وغادي طلبتيو النجده بفرنسا ودخلتيو علينا الاحتلال الفرنسي. وشنو شنو زعما هادشي ما كاينش؟ غتقولوا ندخلوا للاستعمار وكذا. انتوما الاصول ديالكم هاد العلويين كلها خيانه في خيانه، كلها خيانه في خيانه. واخا غادي ندوزوا للمساله ديال الحرب وكذا، وهادي اللي ما يخرجش مالك ديال دوله ويسمي نفسه قال القائد الاعلى للقوات المسلحه وما يخرجش ببيان، ولا يخرج شي جنرال، ما دوك جنرالات اللي جالسين كيضربوا الملايين وكياخذوا في كونترادات ديال مع مقالع الرمال وديال الصيد البحري وديال اعالي البحار وديالها، ما يخرجوش ويخرج في التلفازه ويقول لنا شنو واقع وكذا وكذا وكذا، ويخرج ويهضر بالزي العسكري ويهضروا نعرفوك بان نتايا كاينه الدوله مكتمله الاركان كما كيقول لك مكتمله الاركان، ويشرحوا لنا ويشرحوا للراي العام شنو واقع، ويقولوا لنا علاش العاهل فرنسا وعندو حالة ديال الحرب في بلادو وما جاش، يشرحوا للرأي العام علاش. راه قلنا لكم إلا بنادم اليوم كيكون عندو غير مصنع غير معمل، معمل كيتحرق له، هو كيكون ساكن في الدار البيضاء وكيتحرق له المعمل ديالو في طنجة مثلا، في البلاصة كيمشي كيجري، في البلاصة كيخلي القهوة ويخلي ولادو ومراتو وكلشي، وكيضرب كلشي في الحيط ويزيد يمشي يقلب يشوف شنو وقع له في هادشي ديالو. عباد الله، وهو جالس كيتسارى قال لك الناس قيامه نايضه، وجالس كي كي اذا باش تعرفوا بان هو البشر المغاربه كشعب لا يعنونه في شيء، ما كيعنيوه حتى في شيء، كيشوف الصوارخ محطوطه في سميتو محطوطه في المنصات ديالها موجهه جهه المناطق ديال الداخل، غادي يصيفطوا غادي 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 غادي, 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 غادي غادي يقتلوا غادي يقتلوا بنادم، غادي يقتلوا بنادم ب حبو تبن اللي هو شعب ديالو، وهو كيتسارى كيشري قالك لي فيس وكيشري الورد وكيشري سميتو مشى للفرماسي يشري شي كريمه ترطب وجهه ويدو قال لك حيد الحبوب وما عرفتك العجب، هادشي غير كذوب، كيبان لك غير كذوب. ايوا الا كيبان لك غير كذوب سير تفرج في رشيد شو، علاش كتضيع معايا الوقت؟ سير الله ينيك، ما تفرجش فيا، سير الله ينيك. اذا غادي نرجعوا للاخوان اللي في الاقاليم الصحراويه، الاخوان اللي في الاقاليم الصحراويه هادو اخوان احرار، هذا شعب حر، هذا شعب صحراوي حر، هادو ناس عندهم بحال الناس ديال الريف، عندهم تقاليد خاصه بهم، عندهم قبائل خاصه بهم، عندهم واحد العشائر ديالهم خاصه بهم، عندهم حتى الكنا اللهجه ديالهم خاصه بهم، وعندهم ثقافه خاصه بهم. هاد الاخوان عندهم
قضيه عادله ديالهم كيدافعوا عليها، كيامنوا بان هذيك المنطقه هما صحراوه وهما ولاد الرمله ولاد الكتبان الرمليه ولاد هذوك لي دين دو صابل، وكيعرفوا يتعاملوا معاها، وكيعرفوا يتعاملوا مع الجمال، وكيعرفوا يتعاملوا مع الحراره، وكيعرفوا يتعاملوا مع هاد الامور. عندهم خصوصيات ديالهم، هذيك الارض ديالهم 42 عام تما وهما مرابطين تما بالسلاح، 42 سنه وهما مرابطين تما بالسلاح وما باعوش، مع ان المغرب حاول يرشيهم، حاول يعطيهم الفلوس، حاول كذا، حاول وما قدرش. واخا غترجعوا غتقولوا لي وانت يا مع البوليزاريو وانت مع الجزائر وكذا، انا لا مع البوليزاريو ولا مع الجزائر، انا مع النظام الجمهوري في المغرب، وانا لا تربطوني لا علاقه لا بالبوليزاريو ولا بالجزائر، ولكن انا هنا كنقول الراي ديالي الخاص، وكنقول ما يمليه عليا الضمير ديالي كنقولوا. هاد الصحراء هادي اللي منوضين عليها دابا هايلالا، ونادو قال لك لا يجب، قال لك ونات قاتلو هذيك نبيله منيب زعما مسخوطه زعما هي، فهمتي؟ شوف الذكاء الثقيب زعما، شو المغاربه غادي غير بالقوالب. المهم anyway نات قاتلو، ولازم قاتلو لازم تقويو الجبهه الداخليه، وزعما بما معناه باش نشرحها نبسطلهم الفكره اللي بغات تقول هي، زعما هاد المعتقلين وهاد الناس اللي في كذا وهاد الناس اللي كتزمتوهم وتضربوهم وداك الشيء، ايوا رخفوا عليهم شويه، ميكوا عليهم دابا باش يوقفوا معاكم في القضيه ديال الصحراء. ماشي نتوما الشعب ديالكم كله كيغلي وانتوما كتقولوا لهم والصحراء واجب وطني وكذا، على ما كانش واجب وطني فاش كنتيو كتمصوا، فاش كنتيو كتمصوا الدماء ديال هذيك الثروه ديال هذيك الصحراء وكتديوها كل الجيوب ديالكم، ما كانش ديك الساعه واجب وطني، ما تفكرتوش هذوك الناس اللي في الداخل تقسموا معاهم شويه، ولا دابا ما تفكروش اللي في الداخل وتفكروا غير اللي في الصحراء، اللي في الصحراء بنفسها. انا اليوم غنوقف مع الشيخ اللي كان غادي على رجلو ضربو بالتصرفيقه البوليسي، وهذوك الحناش هذوك دوك اندر كوفر هذوك البوليس ضرب واحد، راه واحد في العيون غادي مسكين، راجل بلحيته كبيره ما عنده سلاح ما عنده، غادي حتى جا كيجري نقز عليه. غادي نوقف انا اليوم مع هذوك العيالات اللي دازوا فيهم طحنوهم في الداخله، مراه كيضربها بركله كيجيبها ليه هي وديك الملحفه ديالها وداك التخربيق ديال كل، كيجيبها مراه كيجيبها مرميه ليه بل ومعوقه. وغادي نوقف اليوم مع الناس ديال سيدي يفني اللي نوضت فيهم الروعه هذيك السلطات المغربية، غنوقف اليوم معاهم انا هادوك الناس اللي هرسوا عليهم البيبان، داو لهم الداب ديالهم العيالات، داو دخلوا عليهم الديور، داو لهم الفلوس ديالهم. ماشي السطو المسلح هذا، واش هذا ماشي السطو؟ واش هذا ماشي السطو مسلح؟ دخلوا عليهم في سيدي يفني، راه الفيديوهات كاينين، راه دابا هادشي اللي كنقول راه كاين مسجل موثق، موثق قنوات منهم الجزيرة راه، وموثق في اليوتيوب بلا ما تمشي لا القنوات ولا، موثق. دخلوا رفسوا في وسطهم هاد الناس هادو، كيفاش بغيتيهم يكنوا لك الولاء ويكنوا لك الحب ويكنوا لك ومعيشهم كلهم في الميزيريه، معيشهم كلهم في الميزيريه. على الاقل على الاقل عندهم واحد الباصيص ديال الامل، على الاقل عندهم واحد الباصيص ديال الامل. كاين واحد الناس في الجانب الاخر ديالهم عندهم السلاح وكيدافعوا على هاد المنطقه، فالعقل العقل واللوجيك شنو كيقول؟ كيتكلموا بحالهم، نفس اللغه نفس التقاليد نفس العشائر نفس القبائل، العقل شنو كيقول؟ العقل مسلمين كيصليو كيعبدوا الله كيصوموا رمضان، ها ما كيجيبوا موازين في رمضان في شعبان ويجيبوا الشطيح والرديح والعرا، ما كيجيبوا سميتو، ما ناس مساكين بوساطه كياكلوا التمر وجالسين تحت الخيمه وجالسين مساكن كيحلبوا المعزه وجالسين كيتسناو حتى ربي يدير اللي فيها الخير. على الاقل على الاقل هاد الاخوان اللي في هاد المناطق الجنوبيه في المغرب بما فيهم طنطان داخله العيون، هادو اللي مشاو لكم مسيره خضراء حرروها، عاوتاني نتوما ديروا مسيره خضراء وتحرروها وطالبوا باش ديروا حكم ذاتي ديالكم، باش تاخذوا الاستقلال ديالكم، والمنطقه ديالكم غنيه، بل اش غادي نقول لكم، المنطقه ديال هذيك الصحراء غنيه جدا بالثروات، ما كان كيستافد منها المغربي حتى سنتيم، كانت كتمشي كلها للجيوبه ديال الجنرالات وديال الهالك. المغربي
سنتيم واحد ما خداش بل المغربي اللي في وسط المغرب وموظفين في القطاع الحكومي ويعلمون ذلك. تم اقتطاع من السالاري ديالهم، اقتطعوا لهم هادو دابا اللي كاع موظفين، اقتطعوا لهم كيقول له غندعموا الصحراء، باش الصحراء حنا الصحراء راه الصحراء راه الصحراء خاصنا الصحراء ديو الصحراء عطاو الصحراء كذا، باش كيحاولوا يشريوا الديمام ديال هذاك ما تبقى تما بواحد الكريطينه الزيت وكريطينه ديال واحد خنشه الدقيق، ويقولوا له هاك واحد الكرطيه فيها واحد سميتو تبقى تمشي تاخذ انت رخيص الزيت والماء وداك الافلام ديال الكارو والطحين وداك. بينما هما كيعطيهم قالب والزيت وداك الشيء يدوخ عليهم، وهو كيدي صحيح صحيح فوسفات الصيد البحري موارد طبيعيه هائله مقالع الرمال وزيد 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 داكشي البليون اوف دولار هادوك كيديهم ما كتشوفهمش انت هادوك كيمشيو هادوك. اذا عين العقل شنو كتقول لهاد الناس اللي في هاد الاقاليم الصحراويه؟ هي توقف وتقول بعدا على الاقل عندنا الخوت حدانا بعدا وعندهم السلاح وكيدافعوا علينا وبغاو ياخذوا لنا الاستقلال، وانتم اقليه ديال الناس ما كاملينش حتى مليون في هذوك الاقاليم كلهم، ولا كاع تكونوا مليون ولا جوج المليون بما فيهم داك المخيمات، وتطالبوا بالاستقلال ديالكم وتوليوا بحال قطر. توليوا بحال قطر، تطالبوا بالاستقلال عندهم الذهب وتوليوا بحال قطر، تطالبوا بالاستقلال ديالكم، وهذه هي الان الفرصه ديالكم، تخرجوا للشارع وتقولوا حنا سيدي هدا علينا. ياك كتخرجوا اللي من نهار كتخرجوا في داك الداخله ولا العيون ولا كتاكلوا العصا. شوارع كلها موسخه، الزبل الدبان الجوع التهميش، شنو تقول لي صحراء مغربيه وكذا؟ شنو عطيتو نتوما لهذا صحراء مغربيه؟ شنو عطاوك ولا انت شنو عطيتيه؟ صحراء مغربيه وكذا، وشوف غير الصحراء ديالك دابا اللي انت فيها صحراء نيس، داك اللي عايشين فيها نتوما اللي في وسط المغرب راه نيس صحراء قاحله، ما عندكم حتى زفت والو، نتوما نيس راكم عايشين في صحراء قاحله، وصحراء مغربيه في المغرب والصحراء وفيه صحراء ايه والصحراء وفيه صحرائها والمغرب وفيه صحرائها. الهضره الخاويه، شنو عطاكم هذا الملك زعما مثلا حتى الا كاع خدا هاد الصحراء؟ راه كان راه كاع الثروات ديالها حتى نط المحكمه الاوروبيه، نط المحكمه الاوروبيه وضربت له كلشي في الزيرو، وقالت له المغرب لا يمتلك اي سياده على الصحراء الغربيه، حبسوا له بعدا خيطوا له الجياب بعدا باش يبقى يسرق بعدا حبس. يو دابا ملي حيدوا له الجياب جهل دابا حيد خيطوا له الجياب، لان كاين دابا هذيك الجبهات البوليزاريو مع انها زعما غير متواضعه الناس في الخيام وداك الشيء وعندهم ما عندهم، وكيقول لك بلاتي بعدا باش ما ندوزوش النقطه، كيقول لك والجزائر كدعمهم وانتم الميزانيين والجزائر غادي تدعمك نتايا، غادي تدعم المغرب. اجي نقول لك واحد القضيه، تصنت مزيان هذاك المكلخ اللي ما عارف حتى زفته وكتخرج الجزائر غادي تدعمك نتايا. انا غادي نقول لك علاش دعمهم الجزائر وعلاش من حق اي واحد في بلاصه الجزائر يدعمهم. انا غنقول لك غير على وحده، غير على هذه، انا كنت انا الرئيس للجزائر ماشي غير ندعمهم وندخل عليك تما نطب فيك، غير على هذه اللي غنقول لك دابا. الحسن الثاني المقبور الله لا يرحمه، ياك ركب القاده هادو كلهم ديال متل عليهم بالرجوله وكذا، وحنا باش نجيبها لكم دابا غير وكذا، وحنايا والاخوه والاخوان المسلمين وكذا وهادي، ولعب لهم القالب، وكان محمد الخامس غير ركب معاهم في هذيك الطياره جرو، قال له لا ما تمشيش دابا الطياره وحنا هو شنو بلاني لهم البلان، ما كيمشي كينزلهم غير في فرنسا، كيقبطوهم كيضربوهم بخمس سنين ديال الحبس، كيقبطوهم باعوهم قبطوهم ضربوهم بخمس سنين ديال الحبس. بومدين هواري بومدين بن بلا وكاع القاده كاع ديال المقاومه اللي كانوا وكذا، واللي من بعد جاوا قبطوا الجزائر، اللي من بعد خرجوا وقبطوا الجزائر، شو على خويا خوا بيهم شي غير هاد الخويا هادي اللي خوا بيهم الحسن الثاني، ماشي غير نتحالف انا مع البوليزاريو ندافع عليهم. شي انا كنت انا جزائري، انا كنت جزائري واعلم شنو دار
الحسن الثاني وباع القادة وتسبب لهم في 5 سنين ديال الحبس وحطهم في هو باعهم هو لا باع قيادو وباع قمة عربية كاملة قادة العرب كلهم باعهم وراه خرجت يكذب يخرج شي صنديد بشلاغمو من منار داك السليمي وانت نازل يخرج يكذب هذيك القناة الإسرائيلية اللي راها في اليوتيوب بارتو كتقول لك بأن حرب 6 أيام هذيك لاغار دو سيجور الحسن الثاني استدرج هذوك الناس وجابهم للدار البيضاء وسجلهم وبعث تسجيلات لإسرائيل باش تعاونوا الموساد يقتل بن بركة. إسرائيل كتشوف بأن هذا السر هذا كيتسمى من أسرار اللي زعما كتكون محفوظة ولكن ملي كيدوز عليها واحد سيرتان طون ديال 20 عام 30 40 عام 50 عام صافي كتخرج كتبقاش عندها أهمية زعما. بما أن كاين الديمقراطية وطلقوا لهم طلقوا هادو أسرار كانوا عسكرية عندنا هذا ولكن دابا حقكم تاخذوها كإعلام فعرفتي علاش الجزائر تدعم البوليزاريو ماشي غير تدعمه دابا حنا كأحرار حنا أحرار يخوي بينا شي واحد ويتسببنا واش غنساوها له واش حنا غنساوها له وريني نتا حاجه وحده خوات الجزائر بالمغرب فيها ولا باعت الجزائر للمغرب شي حاجه وحده ياك حتى داك ترشح لكاس العالم هل الجزائر دعمته قالت لهم حنا داعمكم وريني راه قلت لكم في واحد الفيديوهات السابقه المغاربه وكون تعرفوا الحقيقه ديالكم راه غتحشيو راسكم كاين نعامه في التراب ما تخرجوش ما غاديش تخرجوه وهادي راه حقيقه لا سي الصحراء ماشي جزائريه سي فاني باش ما نبقاوش نسميتو الصحراء ماشي جزائريه الصحراء ديال الناس الصحراء ديال اهل الصحراء الصحراء ديال الحسانيين وهذوك القبائل اللي تما هذوك كلهم دوك القبائل دوك الاسامي ديالهم كتخونني الذاكره ديال هذوك الناس هذوك هما موالين الصحراء اهل مكه ادرى بشعابها اللي كيلبسوا الملحفه واللي كيلبسوا هذاك بحال التوارق هذوك هما اصحاب الصحراء هما اللي عاشوا فيها اكثر مني ومنك ومن هادو كلهم اللي بالكرافطات في الرباط جالسين كيهضروا على الصحراء المغربيه وكذا قال لكم نحن جند مجند وراء صاحب الدجاجه فين راه بعدا فين راه تيجي بعدا تيجي حتى يجي عاد قول جند مجند وراء صاحب الجلاله حتى يجي بعدا من فرنسا ويجيب معاه داك الميكات ديالو اللي شرى الجينات وداك الشيء وعاد داك الساعه وهذا دابا بحال داك عبدو الكلبي هذا قال لكم وانا قال لك كنهضر على راسي وانا نمشي قال لك ونجا وانت نفرقع وحدك غير نفاخه تهرب هذا الشيء الا ما بلتيش في سروالك نفاخه نطرطقوها حداك تهرب وعبدو ربي اللي امامك الان بحكم الوظيفه ديالي اللي كنت حيت قلتي للناس كنت كنغسل الطباصل في الامارات بحكم الوظيفه ديالي وهي هي راني جايب لي ماك واحد الملف قد الخلا غادي نوريه لك بحكم الوظيفه ديالي اتيحت لي الفرصه ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه باش نكون نحضر في تمارين عسكريه اللي كان فيها اطلاق صواريخ تعرف انت في الصاروخ ملي كيتطلق والله ولدي تتهرب الصاروخ ملي كيتطلق من حداك تهرب انت تهرب بعدا انت حيت انا دابا شخصيا عرفتك بانك انت انسان مريض غتهرب وغادي دير في حوايجك وتعلق قال لك نحن جند مجند قال لك وانا كنهضر وانت يا راه يخرج لك غيب الناس غيب بونقشه وماشي دابا تبسي في غيب بونقشه تهرب تعلق خلينا ساكتين من الهضره الخاويه فلهذا الاخوان اللي كيقول لك لا واه الجزائر حنا نكون الشعب الجزائري كل الاحترام والتقدير اما القياده الجزائريه انا اتفهم هذوك الجنرالات اللي في القياده الجزائريه لانهم رجال عرفتي علاش رجال انا راه ما كيعطيوني ما كنعطيهم راه ما كنعرفهمش باش تعرفوا هاد راه ما كنعرفهم ما كيعرفوني ولكن انا اقرا لكي اتعلم انا اقرا انا ماشي كنبقى ساكت وكنسمع وقال واحد كان قال هكا وقال لك راه الصحراء مغربيه وصافي راه مغربيه صافي قالها فلان وقال على الفاسي ايوا سي طاز ايوا قرينا بكري وقال وسير بحات وقرا هادوك وكاين لهم الاحترام القياده انا كنهضر على القياده دابا اللي في الجزائر
وكاين لهم الاحترام والتقدير. عرفتي علاش؟ لان رجال، لان ما سمحوش فخوتهم اللي تغدر بهم وتقلبوا عن طريق على يد المقبور الحسن الثاني، ما سمحوش في الحق ديالهم. رجال ما يلومهم حتى واحد، رجال. وزيدون الا كتهضروا على الاحتلال ولا كتهضروا على كدا والصحراء المغربيه، علاش ما خرج حتى واحد فيكم هادو دابا صحاب التمسخيط هذا يقول املي ليا وسبته مغربيه وجزيره ليله مغربيه؟ علاش ما خرجوش يقولوا ملي ليا وسبته مغربيه ويجيب كدا وكدا وكدا؟ ياك مشيتي لديك جزيره ليله واحد الوقت في 2008 اظن، ولا على ما اظن، ولا ما خانتنيش الذاكره، ولا 2008 ولا 9، وحطيتي واحد جوج عساكرين تما هبطوا على يماكم داك الساعه بالكوبتر، كتفوا يماهم نعسوهم في الارض تما، تحركاتشي قوات ولا عارفين عندكم غير القصدير، تحركتي طلع الهامره، بقات في الهامرات وغادي بالهامرات طا فين الرجال؟ بقات في الهامر، داك الهامر زعما داير الهامر زعما، وغادي القافله زعما داير لهم غاديين زعما غاديين، ورا العقيده ديال الجيش المغربي، راه الرجال اللي غادي يضربوا في المغرب راه طلع لهم، راه وصل لهم العظم، راه وصل لهم العظم بالجوع، من البوليسي كيضرب العسكري، البوليسي كيضرب العسكري، ولد العسكري. كيفاش ما نوقفش ونتضامن انا مع هاد الاخوان في الجبهه ديال البوليزاريو ونقول انهم هادو شعب احرار يطالبون بالحريه، وانا معاهم 200 و300 الف%. وعرفتي علاش؟ كذلك اتضامن معهم في وجه هادوك الجنود المغاربه اللي مغاربه وضربوا 28 عام و30 عام في الحبس ديال البوليزاريو، ياك مشاو يضربوا مع المغرب، ياك مشاو على قبل المغرب، ياك مشاو على قبل المغرب ومشاو يتقاتلوا، هزوا السلاح على قبل المغرب، كلاو الرمله، خلاو ولادهم، عيالاتهم، والديهم، وتحبسوا 28 عام و30 عام في المخيمات اسرى ديال الحرب، ومن بعد 30 عام تطلقوا. وقالها لهم عبد العزيز هذاك المراكشي قبل ما يموت، قال له شوف اولدي، راه الا كنتي كتظن بان هذه هي اخر ليله غتنعس على الكارطون، فراك يلاه بديتي، غادي نطلقوك دابا وغتمشي وعاد غتبدا تنعس على الكارطون. فعلا داكشي اللي طال هاد الاخوان، لا تعويض لا كذا لا والو، حتى ديك لانتريت ديالهم خلاو لهم فيها واقيلا شي 500 درهم ولا 600 درهم، ها اللي كابران، ها اللي سارجان شاف، ها اللي شارجان، ها اللي اجودان اجودان شاف. كيفاش ما بغيتينيش نتضامن مع هادو؟ كيفاش بغيتيني نبقى واقف مع الباطل؟ انا نبقى واقف مع الباطل ونقول لك لا هادشي كلو غير باغي تخمقني انت، تا ولكن الصحراء مغربيه ما مغربياش. كيفاش ما باغينيش نتضامن دابا حتى مع المقاومين وولاد المقاومين اللي راهم ماتوا في الجبال، في الجبال، في الجبال، قاوموا معاك فرنسا دابا باش تعرف السياسه ديال المغرب، راه ماشي غير من الصحراء ولا وتقاتل الضرب عليه وكذا وما يعقلش عليك. واش هادي دابا حتى الا كنتي كاع غير عصابه، دابا حنا غير عصابه، الا كنا كاع حنا غير عصابه، ايوا نديو دابا ونمشيو نبقاو نضربو هنا ونضربو ليه، ومنين تشد ما تعقلش عليا، ومنين نخرج كاع ما تعقلش عليا، بغيتي نخرج ونبقى عاوتاني معاك؟ غادي نوقف الى جانب هاد الاخوان، وغنوقف الى جانب هادوك المقاومين اللي قاوموا كذلك على المغرب، ياك على السيادة ديال المغرب، والمغرب والراية وحنا والوطن وكذا وكذا، وطني وطني مع الارض. غادي نخرجو وغادي نوقف انا الى جانب هادوك الضحايا، هما ولادهم ديال المقاومين اللي طايره له عينو، اللي طايره له يدو، اللي طايره له رجلو، مات غير بالبرد في الجبال، في الاطلس، بولمان، في ميدلت، في الخنيفره، في سمي، في الريف، في الناظور، فين ما عجبك، فين ما عجبك، الى بلا بلا ما تفرش فيا، سير الله يهنيك اصاحبي، فين ما عجبك. غادي نوقف مع هادوك اللي خرجتهم الدولة زيرو، هزوا القرطاس وهزوا البارود وتحاربوا وجراو وما خلاو ما داروا ضد كاع الاحتلال الفرنسي فاش كان، وفي الاخر خوات بيهم الدولة، خوات بيهم، والشكامة والبرقاقة
عطاتهم الاراضي وعطاتهم سميتو، راهم دوك السليمات ديالهم راه قلت لكم شوفوهم في التصاور، دخلوا في التاريخ ديال المغرب تشوفوهم في التصاور غادي يتابعين فرانسيس وحاصلين في التصاور كلهم كيديروها كيشوفوا الا كاين شي الا كاين شي واحد يركبوه في الكاميو حتى هو يصيفطو يحارب مع بهذا العام. غادي نوقف الى جانب هاد الناس انا، والعقل هكذا كيقول. اذا الاخوان اللي في الاقاليم الجنوبيه اظن ان الرساله واضحه، اذا كنتو كتحسوا بان كتمارس عليكم الظلم وكيتمارس عليكم التهميش وكتمارس عليكم العنف والجانب ديالكم كاين اخوان مرابطين تما وجالسين وبالسلاح 42 عام عندكم بعدا واحد لوبسيون حسن من هادو اللي عندهم في الداخل، عندهم بعدا هادو مسلحين وعندهم عزيمه واراده ديال الرجال وباغيين يجيبوا لكم الاستقلال ديالكم، فعين العقل تنضموا لهاد الاخوان هادو، تنضموا لهاد الاخوان هادو وتحاربوا الى صفوف هاد الاخوان هادو وتوقفوا. ما تحاربوش، وقفوا غير في الشارع كلكم، خرجوا قولوا حنا بغينا سيدي استقلال ديالنا الله ينيكم نتوما، باش الثروات ديالكم تقسم عليكم نتوما وتاخذوا الاستقلال ديالكم نتوما، دوله صغيره ثروات كثيره توليو قطار ديال هذيك المنطقه ولا امارات ديال هذيك المنطقه، تستافدوا من الثروات ديالكم بيديكم وتمانيبيليو الثروات ديالكم بيديكم، ما يدخل معكم لا احمد ولا محمد. اما الان وبالنسبه لهاد المغاربه الاخرين ولا هادو اللي كيقول لك لا حنايا وفداء والصحراء وكذا وكذا، راك ما كتاخذ ولدي منا حتى درهم، وراه حتى وكاع وتحررها كامله والله لا ديتي منها ريال، والله لا ديتي ريال. شتي حتى ما تبقى دابا في المرميطه في داك الجميله، ما تبقى الان راه الان تحيه واحد غادي نعطي واحد التحيه خاصه لهاد الاخوان في قناه جدل. شتي هاد الاخ هذا دابا ما كنعرفوش صراحه، ولكن وحيي هاد الاخوان لان باستمرار كيحطوا الفيديوهات ديالي في اليوتيوب. انا كما قلت ما عنديش قناه في اليوتيوب، باش ما يقول لكش راه محمد هشام كيتسنى الفلوس من اليوتيوب وعلى داك الشيء وكيقول لك وكذا، ما عندي لا قناه في اليوتيوب لا حتى زفته وما غنديرش. فكنحيي هذا الاخ هذا من هذه قناه الجدل اللي فعلا يعني كي يحاول هذه القناه هذه كتحاول يعني ديما كيحطوا الفيديوهات ديالي وكذا وكينشروها على اكبر نطاق. فلهذا هاد الاخوان هادو عين العقل، عين العقل الان باش ينضموا الاخوان ديالهم على الاقل هذوك راهم حتى هما مسلمين بحالكم بحالهم، واش بغيتوا تقتلوا خوتكم المسلمين تضربوا مع خوتكم المسلمين؟ ياك مسلمين بحالكم كتصوموا رمضان وكذا، ياك ما كيدعيو لا للمنكر ولا لكذا، ياك ما كيديروا لكم موازين في شعبان، ياك ما كيديروا لكم فتنه، ياك ما كيديروا لكم عرا، ياك ما كيديروا لكم ناس كيشربوا الحليب الناقه وكياكلوا التمر وجالسين تحت الخيمه ما توقفوش معاهم مع عباد الله، وهذيك الارض ديالكم والتقاليد ديالكم كلكم بحال بحال، عندكم تقاليد وحده، هضره وحده، عشائر وحده، قبائل وحده، كتعارفوا بيناتكم، توقفوا وتنضموا لهاد الاخوان وتخرجوا للشارع كلكم طان طان. سيدي فني ما تنساوش شنو وقع لسيدي فني، سيدي فني راه تهانت الكرامه ديال اي صحراوي، تهانت تما في هذاك سيدي فني في طنطان في الداخله كاع المناطق هذو، التهميش راكم كتعيشوا فيه، راه هو شي داك التهميش اللي كتعيشوا فيه نتوما، راه مازال نتوما بالنسبه للمغاربه اللي في الداخل راه كتبانوا نتوما بحال كتبانوا نتوما بحال هولندا، بالنسبه للمغاربه اللي لداخل دابا اللي ما عنده حتى زفته اللي ما عندوش حتى ماركيز حتى كازا حتى باكيه فافوريت وقال لك الصحراء المغربيه ما عارف والو، الصحراء المغربيه والمالك كيتجعر كيتجعي واش غير بوحدو، كيبدا يعواج غير بوحدو، راه مازال نتوما هاد الاقاليم الصحراويه اللي كنتكلم عليها هاد الاخوان اللي في الاقاليم الجنوبيه، راه مازال نتوما كيشوفوكم الاخوان الاخرين اللي في الداخل المغرب كيشوفوكم كتستافدوا من ديك الكرطيه ومن داك الزيت شويه رخيص والطحين رخيص والغاز رخيص وداك الامور باش كي هذيك عاوتاني السياسه الدوله باش كتشري الوطنيه للناس صحه فهمتي، باش يقولوا على الاقل راه مازال نتوما كتبانوا لهذوك الاخرين اللي في الداخل كتبانوا لهم نتوما هولندا، كتبانوا لهم نتوما بحال هولندا، واخا نتوما راكم مازال مع ذلك مازال خاصكم الكثير، خاصكم الكثير. وانا هاد الاقاليم الصحراويه اللي كنتكلم عليها انا ماشي كنتكلم، انا مشيت للصحراء
راه ما خليت لا طنطان لا العيون لا الدخله امشات شي المغرب بيأسري درسو كامل درسو كله المغرب درسو كله المغرب السياره كندورو كامل كانت ساره هي كانت ساره كنمشي كونجيات كنت كنمشي من 22 عام وانا في الغربه كنجي شي كونجي كنبغى نحط المراه والولاد عند امها ونمشي نبقى نجلوق انا راه كنعرف عرفتي راه اش غادي نقول لك راه داكشي اللي تحت الكارطونه ديال مول ديطاي نقدر نقول لك شنو مخبي تحت الكارطونه ديال مول ديطاي النيبرو كيخبي تحت الكارطونه باش الا وقفوا عليه الحناش ما كيلقاوش عنده النيبرو راه نقول لك شي حوايج انت راه ما غاديش غادي تبقى كتشوف فلهذا ما تحتاجش تلعب لي بدماغي ولا لحقاش المغرب كنعرفو كله النخاع الشوكي ديالكم كنعرفو يعني فما تبقاوش تسميتو فهاد الاخوان هادو كتبان لهم هذيك الاقاليم الصحراويه بحال دابا نتوما اللي في الداخل ما عندكم لا كرطيه لا 2000 درهم د الشوماج ولا 1500 لا الزيت تشريوها رخيصه لا الطحين تشريوها رخيص لا كذا وفار عندنا راسنا نافخنا الصحراء المغربيه الملك الشام الشعبو احنا ما عندك حتى زفته من هادشي ما عندك حتى زفته من هادشي وفرعنا بهاد الوطنيه ديالك العميقه زعما انت هو الوحيد اللي وطني وهاد الوطنيه ديالك انت زعما من عندك حنا غنبداو انت كتقسم الوطنيه على الناس انت اجي انت بغيت شي جوج الوطنيه هاك طريف اجي انت شحال شي 20 درهم الوطنيه هاك انت عارف هاك انت شويه ديال الوطنيه فلهذا عين العقل لهاد الاخوان اللي في الاقاليم الجنوبيه وخليكم من داك دابا راه يخرجوا لكم دوك التمازيح ودوك كدا ويبداو يسالوا لكم الامور يقول لكم لا وحنا ودافعوا هذه قضيه وطنيه وحنا دابا كدا ولينا راه والله لا ديتو شوف راه والله ولدي وشاركتوا ضد اخوانكم في هذا العدوان هذا راه سميتو عدوان هذا الى تم راه سميتو عدوان وشاركتوا في هذا العدوان ضد الاخوان ديالكم في هذوك المخيمات اللي هما مسلمين مسلمين بحالكم بحالهم راه ما غتلوموا غير راسكم وراه التاريخ والله ما يسمح لكم ما غاديش يتسامح معكم الاجيال القديمه والتاريخ ما غاديش يتسامح معكم الان عندكم الفرصه الجوهريه تخرجوا امام العالم كله وتقرروا المصير ديالكم حنا سيدي جايين بصحة تسميتو تهجموا علينا تفرتكوا لنا بلادنا اخويا حنايا بغينا الاستقلال ديالنا اخويا الناس يحكمونا كيعرفونا وكنعرفوهم وقبايلنا بحال واش بغيتو راهم دابا واش بغيتو يجيوكم واحد من فاس يبدا يحكم فيكم نتوما ما كيعرفش الصحراويه ما كيعرفهاش كيعرفش يهضر معاكم كيعرفش اش كتقول ما كيعرفكش واحد كيهضر معاه ما كيعرفوش كيقول كاع والاخوان اللي في الجيش المغربي الاخوان اللي في الجيش المغربي الا كانوا شي رجال راه كاينين الرجال في القوات المسلحه كاينين اللي ما راضيينش على الوضع بتاتا الا كانت شي رجله انتم كتعرفوا الاسلوب العسكري وهو القائد ديالكم الاعلى هو الاول كيكون في الصفوف الاماميه وكيزور الجبهه انتم كتعرفوا هذا الشيء في العسكريه الحق العسكريه الفري ديال الرجال ماشي العسكريه ديال الشريف اودي ما غاديش نجاوبك دابا نتايا العسكريه ديال الرجال كتعرفوا بان الكوموندون ديال 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 التروب كيخصو يكون هو الاول معاكم تما والا ما كانش كيجي يزور الجبهه كيجي يزورها وكيجي يعطي يرفع المعنويات للجنود ديالو اما يصيفطك بواطه السردين وبداك بكيه ديال الفافوريط وبواطه السردين وكوميرا نص كوميرا ويقول لك وات حرب وانا راه دابا نضرب العاقه صحيحه غتمشي لهذيك الكونت لسويسرا والبنما وكذا وانت ولكن انت يا خلي الدم ديالك تما هذا الشيء راه خصكم تعيدوا فيه النظر تعاود ترجع للور وتخمم وتفكر اما الا بقاو يدخلوا عليكم بكذا والانفصاليين وكذا وكذا راه سبتهم ليليا حرروا بعدا غير سبتهم ليليا سبتهم ليليا ياك تا هما اراضي مغربيه تاع
مغربية، أراضي مغربية، يا حروها، يا هضروا عليها، يا نضموا عليها غير شي مناظرة في التلفازة، نشوفوكم، يلاه، يا هضروا لنا على التاريخ ديال سبتة مليليا وكيفا ولا هادوك تباعت بالبيكالا، هاديك تباعت بالبيكالا، إن غادي تنضموا عليها شي طاولة مستديرة، ما غيمكنناش، ما غيمكن لكمش، وما غيمكن لأي صحفي ينضم هاد الطاولة المستديرة ويتغاضى على القضية ديال البيكالا. كيفاش يا غادي؟ لأن كترجع لأصل الصراع شنو هو كيفاش؟ إوا هذا هو كيقول لك عندنا الحق، ونتوما كتقولوا عندكم الحق، ولكن أجي نقلبوا في الأول كيفاش بدا هذا الحق؟ كيفاش بدا الحق هنا ولهيه وكذا؟ الصحراء المغربية سير حررها، إلا عندك الجهد باش تحررها حررها. الصحراء المغربية المغربية بصحتك، شغلك هذاك، ولكن حنا كنهضروا على المنطق والعقل شنو كيقول. وما انت الا عندك الصحراء المغربيه وكتستافد منها كيصيفطوا لك شي زفته منها، سير سير تحارب على داك الشيء اللي غادي يمشي لك الا مشات الصحراء، داك الشيء اللي غيمشي لك الا مشات الصحراء سير تحارب عليه، ما غيمشي لك حتى زفته. غيمشي لهم غير هما، وراه مشى لهم دابا الشيء راه صعرو. وهذا التنازل ديال هذا ديال هاد 45% ديال الفوسفات ديال المكتب اللا شريف للفوسفات الامارات، راه بين الدعوه ديالو شنو هي الدعوه ديالو، زعما الفيلم ديالو باين، وهو هاكا خي نقسم معاك الكيك، ولكن عاوني دعمني، انني انا مغضوب عليا، مغضوب عليا من طرف واحد الدول عظمى، فهاكا خي ها 45% ديال الثروات المغاربه كلها هي ديها، ديتو لنا البنات فستو فيهم، بدلتو الزيوت ديالكم كاملة عندنا، ها نزيدوكم تا الفوسفات ديوه، ديتو الطاقة الشمسية ديوها، بغيتو شي فاياج خور البنات ديوهم، الدراري الصغار ديوهم، ولكن وقفوا معايا الله يخليكم، حيت أنا راني تحاربت معاكم في اليمن، وراه ماتلي البيلوت تما وماتولي الجنود ديالي تاينا تما وكذا، وقفوا معايا، ولكن الآن الشعب الصحراوي في يدو يقرر المصير ديالو، باش نسدو النقطه ديال هذا الباب، فباش نكونوا واضحين في هذا الموضوع هذا، راني عطيتو اكثر من الحق ديالو. دابا غادي ندوز لهذا عبدو الكلبي، عبدو الكلبي، واخا اجي نوري يماك عبدو الكلبي. فدابا حنا ما كنبغيوش نبقاو نهضروا بزاف، ولكن انت مصر، انا لست مطالب، انا قلت لي يماك، انا لست مطالب باش نقول لك من اكون، ولكن احتراما للاخوان اللي كيتبعونا، وتقديرا للاخوان اللي اصدقاء خاصين ديالنا، وباش يكون تنوير، وباش تبان انت كذلك على انك جرتوما، في الصين انا جرتوما، باش تبان لي ان انت هو اكبر جرتوما، وانك نتايا ما عند امك حتى مصداقيه، ما يعني فهمتي ندل وجه شيخه، وجهك بحال الشيخه، عرفتي دوك اللي كانوا كيشطحوا في لافوار شحال هادي على الطباسل الطاوس العباد الفار، عرفتي دوك اللي كيلبسوهم واحد الدفينه كيشطحوا في لافوار، انت راه منهم، انت راك منهم. هذا المثل امامك هو ولد الحمار. انا كنت في دوله الامارات العربيه المتحده لمده 14 سنه، وانا اشغل منصب مدير نادي ضباط القوات المسلحه في هذه الدوله. هذا هو ولد الكلب، هذا هو ولد الكلب تكريم ديالي، حينما قررت ان اغادر القوات المسلحه الاماراتيه. للتوضيح هنا فقط، انا لم اكن انسانا عسكريا، وانما تكويني مدني، انا انسان مدني، قريت ما قريت، انا كنت ادير الميس دي زوفيسي بالفرنسي، ولا الاوفيسرز كلاب، ولا نادي الضباط اللي امثال يماك، حتى تدوز من حداه ما يمكنلكش. هاك الحمار، شتي يا ولد الكلب، هذه شهادة تقدير من عند أكبر رمز في هذيك الدولة، الحمار، تبعتات مع عقيد ركن باش تسلم لي، الكلب، البهيمة، هذه شهادة تقدير أخرى، أوكي، هذه شهادة تقدير أخرى، ها ياك دابا أنت كتقرا، أوكي.
فهمت شتيها ولد الحمار سلاح المدفعيه قياده المدفعيه اوكي هادي هو ولد الكلب هادي هو ولد الكلب او ولد البهيمه هادي شهاده العمل ديالي هكا ولد الحمار ها هي قراها حيت كتبان الكتابه مقلوبه دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد القيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات العربية المتحدة ومديرية القوى البشرية بأن السيد محمد هشام الرضوي أحد منتسبي القيادة العامة للقوات المسلحة يحمل رقم جواز كذا ويعمل بالقيادة العامة للقوات المسلحة ويتقاضى راتب قدره كذا ومؤمن بسكن حكومي أو ولد الكلب مؤمن بسكن حكومي وكنت أولد الحمار كنستافد من سكن حكومي وعندي خدامة ياك الكلب البهيمه الا كان هادو اللي كيتواصلوا معاك من الامارات اول البهيمه الا كان شي شيخه تما كتشطح ولا اختك ولا خالتك ولا بنت خالتك ولا بنت حومتك وكنت كنشكل لها الالم في الدراس لان بزاف الناس تما كنشكل لهم الالم في الدراس لانني كنت امثل المغرب احسن تمثيل ولانني ما كنتش اول الحمار كنخدم في هذوك المهن اللي كتعرف انت يا ولد الكلب كنت كنخدم مع الحكومه ومع الدوله واخ خسر قال لك سرق وقال لك كيغسل الطباس في شي ريستوران وسرق قال لك شي 130 مليون عاود واحد الفيديو قال لهم شي 700 مليون دابا غير تفاهم معايا شحال سرقت باش نقسم معاك ياك هكا ولد الكلب هكا ولد الكلب هذه شهاده الحاله الجنائيه اول ولد الكلب هاي القيادة العامة لشرطة أبو ظبي كذا أوكي هكا ولد الكلب تشهد القي ها هي الاسم ها هي صورتي أول الحمار أول الكلب ها هي مطبوعة مختومة شتيها أول الحمار ها هي هذه مؤخرا من السفارة من هنا تشهد القيادة العامة لشرطة أبو ظبي الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ إدارة الأدلة الجنائية أنه لا سوابق جنائية بحق المذكور حتى تاريخ وقت عثريت له الشهادة من طلب تحمل على بناء على طلبه دون تحمل الاداره ادنى مسؤوليه تجاه الغير شتيها ولد الكلب ها هي الامضاء كذا مدير العام شؤون الامن والمنافذ شتيها ولد الحمار واخا غادي نزيد يماك شويه لحقاش انت مازال ما عرفتيش مع من تلاقيتي هاكا ولد الكلب هذه جريده محليه ديال الميريكان هذه جريده ديال الميريكان محليه ها هي شتيها ولد الحمار ها هي ولد الكلب كتكتب جريده ديال الميريكان كتكتب عليا انا عبدو ربي ياك الحمار البهيمه كتكتب على النجاح ديال مدير في المجال الذي اعمل فيه ها هي ولد الكلب هاكا ولد الحمار وهذا الشيء غادي نشروه للاخوان باش يقراوه مزيان هاي شتي ولد الكلب هاي ولد الحمار سميتي شتي ولد الحمار باش تبان مزيان للاخوان وحمد هشام رضوي هاي شي ولد الحمار ماشي مطالب اول الكلب اول البهيمه اول يحصل لامك الشرف انت وتكتب على امك انت وغير صفحه في الفيسبوك ما تكتبش على يمك يحصل لامك الشرف انت راك مازال ما عرفتيش مع من تلاقيتي ويا ولد الكلب وكون ندخل معاك في في في, في, في ندخل معاك في في, في باش 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 نسد على يمك هذا الباب لان نتايا انا عرفت بانك مريض نفسانيا ومني كيقلوا عندك المشاهده كتبدا تقلب تحارب محمد هشام حارب بالقزيز وحارب فلان وحارب فلان باش دير البوز باش زعما حنا راه ما كنقلبوش على الشهره اول الكلب اول الحمار حنا ما كنقلبوش على الشهره البهيمه حنا كنقولوا اللي خصنا نقولوه وي سي وات وي هاف تو سي كنقوله بالسيف عليك وعلى الملك ديالك وعلى داك كاع دوك وعلى الجمعيه ديال الشباب المراقي الشباب المراقي هذاك الشباب المراقي ديالك وداك التخربيق ديالك كله باش تاخذ داك الدعم داك 20 مليون ولا ما نعرف وتمشي تشري بعدا غير طوموبيلات السوميلات صباط كاع تهلكوا تشري غير طوموبيل اما الماتيل امامك اول الحمار بينما كنت نتايا كتكمي ماركيز دوس مع صاحبك في القهوه في المغرب انا كنت امطاطي البورش كاين الا كتعرفها وكنت امطاطي يا ولد الحمار الدوج تشالنجر وكنت امطاطي الكامارو وكنت امطاطي جميع انواع المرسيدس الفاخره التي لم تركب فيها نتايا عمر يماك ركبتي تقلزتي فيها في ملكيتي الخاص كنت امطاطيهم فاش كنت نتايا بينما كنت نتايا كتكمي دوس ماركيز في القهوه ابن الشماته واخا
واخا ما كنبغيش نسب انا في كيتبعوني الناس، ولكن انت يا انسان، انت انسان ما تستاهل يماك غير عرفتي غير السبان والشتائم. فلهذا هذه اخر مره غادي نهضر على الموضوع ديالك نتايا، لانك انت انسان جاهل، مستوى ما عندكش، منحط. انا قلت لك قراده صغيره عايشه في الودن ديال القراده اللي هي القراده الاصليه، انت قراده صغيره عايشه في الودن ديال هذيك القراده. فانت نكيره نيات، انت شي حاجه نكيره نكيره. الوجه المقارنه بيني وبينك ما كاينش، ما كاينش كاع. فاش ما بغيتي، فاش ما بغيتي نحمقك، نغلبك، نغلبك في العصا، نعطي لمك قتله، نهلكك، نفرشخك في الثقافه، نمحيك. فاش ما بغيتي في الحضور نفرعك، فاش ما بغيتي نهلكك، نهلكك. نرجعوا ل ولا دخلنا كاع زدنا تعمقنا وتبغي تعرف شكون هو محمد هشام الرضوي، لتعلم يا وجه الكلب ان العائله التي انتمي اليها انا في المغرب، العائله اللي كنجي منها انا واللي كتخصني في المغرب، فيها سفراء الكلب ياك، فيها سفراء وفيها ناس نافذين، ولا اتفق معهم وخرجت لهم من الجنب، ما عقلتش عليهم. اللي انت مازال كتلحس اليد، صوروني مع خنوش، بحال تلاقى مع بحال تلاقيتي مع روبير دينيرو، كتلهت باش تصور مع شفار حمار كلخ، شفار باش تصور معاه كيغوت صوروني، غتبول في سروالك. هذا اللي امامك هو ولد الكلب. العائلة ديالي بها سفراء للآن، للآن سفراء ياك، بها بروفيسورات في الجيش كبار كبار كبار، بروفيسور ماشي دكتور، بروفيسور، بها أساتذة، بها مدراء كبار، وما عقلتش عليهم، كلهم كلهم دزت فيهم، طبيت فيهم كاملين. غتبقى دابا انت حدايا بحال الدبانه كتزنزن، كدور حدايا كتزنزن فوق راسي. شنو شنو بغيتي؟ بغيتي نشد الطياره ونجي نفرس امك في وسط المغرب، ولا شنو بغيتي ندير لك؟ الشماتة بهيمة مدلول، وجهك بحال الشيخه، وجه زبيده، وجه زبيده، ديك الشطاحات ديال لافوار، ما كتعب غير يفرتك صحابك عياشه بحالك قلبوا فيك، العالم كله دار فيك، كلشي كيسبك، ومع ذلك مازال مواصل. ما عرفتش علاش كتقلب، شنو باغي؟ مرايقي باين من الطياره، زعما ما يختلفوش عليها جوج، ولدي صغير عنده 11 عام عاقبك، عرفك مرايقي بالانجليزيه عاقبك، ياك هو كاع قاري الانجليزيه ملي كان في الامارات وكيقرا الانجليزيه وعاقبك، عرفك مريض ولدي صغير، كتجي كتطاول على محمد هشام، وهذاك هذاك كان كيغسل الطباس الفال، والغسيل كاع ديال الطباس العيد، الشماته اللي كيغسلوا الطباس دابا في المغرب ولا في اوروبا ولا فين ما مشاو، عيب ولا العيب الشماته تبقى تسنى المداخل ديال السيشوار، مرتك تضرب البروشين كاع وداك الحماق وتليسي ها القراعتين ها كذا، ها الزفت ها الصباغ ها الريحه كتقتل ديال الصباغه، وتجي تعطيك نتايا باش تمشي تخلص ديك الروشارج، وتجي تفرعلنا راسنا حنايا بالبلا بلا الخاويه ديالك، تعيش على المداخل ديال السيشوار. امك تبيع البغرير، امك تبيع البغرير، عندي على يمك شوف شوف، غادي نقول لك واحد القضيه، ما تخلينيش ما تخلينيش نرد يمك قضيه وطنيه للاحرار، راه ندير على امك جوج خطبات، جوج خطابات ندير على يمك، نخلي الاحرار كلهم كيقلبوا عليك يرفسوك، فما تخلينيش نرد يمك
قضيه وطنيه باش تلتحق بالاحرار خص تمشي تسقل عبد الريفي وتصوره بالفيديو. ما تخلينيش ندير على يماك هذا النداء، حقاش الا درتو على يماك راه كاين واحد العدد في المغرب، واحد العدد اللي ما كتعرفوش انت الرقم ديالو شحال، اللي كيتواصلوا معايا باغيين يخدموني غير خدمه غير قداك. ولكن حنا كنحكموا عقلنا وكنقولوا لا، خليه يهضر يقول اللي عجبو. حنا ما غاديش نكريتيكيو في داك التصور ديالك المرايقي، دير اللي عجبك، بقى تقول عاش الملك وبقى تقول كدا حتى تحماق، قول داك الشيء اللي بغيتي تقول تتحماق، اثر على دوك المكلخين بحالك تتحماق، دوك المرايقيه اللي معاك اثر على دوك المكلخين بحالك تتحماق، اللي ما عندهم مو مستوى ما غادي تبان له انت هو الدكتور، اثر عليهم تتحماق. ولكن ما تطاولش على الرجال اللي اشاوس وكبر منك، ورجال عليك، رجال عليك، ما تطاولش عليهم، إلا ملي تطاول عليهم غادي نخرج في يماك، غنخرج فيك، عرفتي غنخرج فيك بمعنى الكلمة، مازال ما عرفتينيش شنو نقدر ندير لك أنا، أنت مازال ما عرفتينيش، راني جالس كنتعامل معاك غير كنتفرج فيك كنقول هذا جاهل حمق مريض نفسي خليه، ولكن غادي تبقى تزنزن حدايا كي الدبانة، غادي نصبطك. ايوا حذاري مني. اذا كنظن انا وراني باش نعاود لك، الا كنتي اول ضرب شي بوز على قبلي، انا راه معول على بوزات، ما باغي لا بوز لا وسام لا باغي كاع الا طاح النظام نولي رئيس، ما باغي برلمان. شوف داكشي كله خليتوك تاكلو نتايا، تاكلو بوحدك غير عيش فيه، شي انا حتى ما املك في المغرب سمحت فيه، سمحت فيه في ديالي سمحت، واخا اكثر مني ما تقدرش ديرها انت، هادي والله لا درتيها انت، هادي انت والله ما ديرها بالله، شي ديالي في المغرب سمحت فيه، اش مات سمحت فيه، عرفتي علاش؟ لان اختاريت الحق واختاريت الطريق ديال الرجال، مع الرجال الموت، ولا جاب الله الموت ولا الاعتقال ولا القتل ولا الاغتيال، مرحبا غنموت راجل رافع راسي. اما انت غادي يوصل عليك واحد الوقت يا ولدي وغادي تولي تخرج بالكاسك ديال الموتور باش ما نعرفوكش، ولا بالنقاب، وراك دابا قريب لهاد المرحله، دابا مازال ما كاين لا حرب في المغرب ولا اسقاط نظام ولا والو، وراك انت قريب لهاد المرحله غير مع العياشه بيناتكم، قريب غتولي ديك الحومه اصلا انت ما كتخرجش منها، الحومه ديالك ما كتقدرش تخرج للكاري ديالها، حقاش خايف عندك، درتي بزاف ديال الاعداء كاع انت، الناس هادو ناظور غدارة ريافة خوانة كدا، انت هو شكون انت؟ شكون هو انت؟ شكون انت؟ فيديل كاسترو مثلا، شكون انت؟ تشي غيفارا شي واحد زعما، شكون انت؟ كيم سونغ لو داك كاع داك، شكون هو انت دابا؟ شكون انت؟ تناكيرة ما عندش يماك حتى باش تخلص القهوة، ما عندها امك حتى 100 درهم في جيبك صحيحة، 100 ولاش 100 علاش غنهربوا ل 100 وغي 20 درهم، علاش غنمشيو 100 راه تشوف انت دير شي لايف على 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 بانكيمون، ماشي على سميت دير مو على سوري، دير لايف انت على هذاك كيم سونغلو كاع غير عطاوك 100 درهم. فراك ولدي طرقتي العنوان الغلط وطحتي في راجل امك بهاد العباره، وراك كتقلب عليا نفرعك بهاد المفهوم، فخليني ميك عليكم، خليك كتنقز، خليني الله يرضي عليك، راني قلت لك ندير على يماك جوج خطابات، ندير على امك جوج خطابات، نرد يماك شي نردك ركن من الاركان باش تدخل تولي حر، خاص تاكل تصرفيقه وتصور، فلهذا خلينا المهم هذا نكيره، انا قلت بغيت نسد هذا الباب،
راني مع ولا على بوز ولا عندك صحابك راني غادي نبقى معاك كيل كيل كطيب هذا الحمام. هشام يرد على فلان يا فلان ترد على فلان. راه نقول لي يماك هاد الهضره مره وحده وقلتها لي يماك بالدلائل ولا عندك شي دليل جبدو انت وما باقيش غنجبد يماك لاني انا ما غاديش يمكن لي نبقى نهضر على حشره بحالك باش تشهر نتايا لان حنايا راه حنا عارفين البلاد مشات البلاد مشات ملي تشهر الدومه وتشهر هذاك هذاك نيبه وهذوك الحتاله بحال هذاك الشيء راه حتى انت المغاربه ما يتخلعوش الا شافوك شي نهار كتمثل شي ندوه في, في, في اوروبا ولا كت ولا كدوي على سميتو. قال لك مشى عند زيان قال لك يدير معاه حوار عندي ماك انت بعدا غير اللغه باش تهضر. انا كنت كون كان داك بعدا زيان راجل وكون زيان كان راجل كون ما قبلش يتلاقى معاك كون قبط يماك تما بعدا رفع عليك قضيه بعدا اللي ما خليتي عليه خائن زيان هذا خائن وهذا هو تاع مرتزق شويه مشيتي كدير معاه لقاء صحفي قال لك باش من صيفين على يماك باش من صيفا واش من لغه واش من ولكن لقيتي حتى داك زيان لقيتي زيان حتى هو مسكين حتى هو غير قالوا له كذا قال له جيبوه ماشي حتى قال له جيبوه انا كيبان لي دوك اللي كيدفعوا عبدو الريفي هما اللي سهلوا له باش يتلاقى مع زيان هادشي اللي كاين. واحد وجه واحد وجه راكم كتعرفوه اللي كي اللي كي اللي كي يدعمو واللي كي يدور معاه باش يخرج يبلبل علينا هو اللي سهل لك باش تلاقى مع زيان زعما تلاقى مع زيان زعما بحال زعما تلاقى بحال تلاقى غورباتشوف مع مارغريت تاتشير وسير وسير الله على الله وعلى يمك سيرنا على الله وعلى يمك حنا راه اللي غنقولوه غنقولوه وانا كنهضر على راسي راه اللي غنقولوه غنقولوه غنخرج في يمك وفي الملك ديالك وفي الاسره الهالكه ديالك وفي جميع هاد هاد هاد, هاد, هاد الشمايت اللي كيحكموا المغرب غنخرج في يماهم كاملين بما فيهم انت انت غير حوتاله انت غير كليب حتى انت نخرج في يمك وكنت وقف في الطريق اوكي. بالنسبه لواحد الموضوع اخر باش بعجاله بالنسبه للاخوان اللي في الريف انا كنتمنى حتى نتوما تمشيو على نفس الطريق ونفس الخطوه وتطالبوا بالحكم الذاتي ديالكم طالبوا بالحكم الذاتي ديالكم وديروا سميتو ديالكم وديروا بغيت نتكلم على واحد 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 الموضوع مثلا هذوك الاقاليم ديال 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 الريف الدريواش وداك الناظور والعروي وكان كان جاهم واحد الفيضان في ديك 2008 داك وذكرت فاض عليهم وهرس لهم ليه هرس ودالهم ليه دال شي هرس له دارو شي جر له سميتو شي دالو البهايم ديالو المهم فرسكهم تفرتيكه من 2008 دابا 10 سنين هذه وهاد الناس كيغوتوا وا عباد الله وعاونونا والدوله وكذا وغيدعمونا غير بشي حاجه وعاونونا والو لا حياه لمن تنادي علاش لان هذيك المنطقه مغضوب عليها هذيك المنطقه بظاهر شريف وظاهر العسكره مهم مغضوب عليها هذيك المنطقه اي تنميه اي حاجه كذا ما ديك المنطقه مغضوب عليها يدبروا راسهم براسهم راه عندهم كيقول لك دابا القياده في الرباط كيقول لك راه عندهم الحشيش عندهم هذوك في سميتو في اوروبا راهم كي سميتو عندهم الفلوس كيدبروا بيناتهم شغلهم هذاك حنا خاطينا وحتى الجماعات هذوك المجالس الجماعيه بلوكاوها لهم وقفوها لهم بينما في ديك سيدي سليمان وقع فيضان في 2010 عوضوهم وعوضوا داكشي واخا داك التعويضات ديال راك عارف ديال مشات لك 10 المليون نعطيوك مليون داك التعويضات الخاويه ولكن قال لك اللهم داكشي ولا يمشيو بلاش وهاد الناس هادو خلاوهم هكاك كذلك الاخوان اللي في ساكا ودوك قرسيف اكنول تازا دوك دوك وادامليل باب مرزوقه كاع دوك المناطق هادوك تمشي تلقى التهميش تما بالمونستاج تهميش تما وبالمونستاج لذا خصكم تمشيو في هذا الطرح ديال الحكم الذاتي ديالكم وتحكموا المنطقه ديالكم بيديكم تحكموا المنطقه ديالكم بيديكم سجلوا ملف في الامم المتحده وطالبوا بالحكم الذاتي ديالكم بالحكم الذاتي ديالكم نتوما
ريافه، اللغه ديالكم ريفيه، كتفاهموا بيناتكم، تبقاو اخوه مع المغاربه الاخرين، خوت، مرحبا، ما كاين حتى مشكل. ولكن حنا خويا حنا بغينا المنطقه ديالنا حنا نعناو بها. نتوما خويا جيتو فرتكتونا حمقتونا سنين هادي، وانتم كتقولوا لنا الرؤيه 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 كدا، الرؤيه الحكيمه جلالته 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 كدا، غيجي عاوتاني لاخر الرؤيه الحكيمه، وغنبقاو تالفين معاكم في هاد الرؤى هادو كلهم. بغينا خويا حنا نبداو الخدمه الان، بغينا نبداو الخدمه ديالنا الان، لان كما هو معلوم وكيعرفوا الاخوان انه الان باش تكون جيل، دابا باش تكون جيل خصك 20 ل 25 سنه باش تكون جيل صالح، جيل اللي هو جديد وجيل اللي هو واعي. خلينا من هذا الجيل دابا اللي كاين هرسات الدوله ونجحات في التهرس ديالو، لا فكريا ولا جيبيا ولا اقتصاديا ولا عرفتي، فرشخاتو كامل من جميع الجوانب ديالو، فعطاتو العصا هلكاتو، ولا عنده غير منظور واحد شنو يخرج يحرق. راهم الشباب بحال الورد كيلقاوهم مرميين غير في السواحل، فمره في الجزائر يخرج واحد مرمي، مره يخرج لهي، مره منفوخ واحد لهي، كيهاجروا هكذا كيمشيو مساكن، لان صافي ما يقدرش يوقف ضد النظام، وعارف بان ما كاينش اللي غادي يخليوه يغرق يبقاو يتفرجوا فيه، وما يقدرش يغير بوحدو، كيبقى امامه، ما يقدرش يقتل راسو، كيبقى امامه داك الحل الوحيد فيه 50-50، يا ينجح يا يموت، وكيمشيو. راه مشاو كي الورد، واحد كان مشى من قلعه الصراغنه، وكان مشى واحد من الاف ديال المغاربه اللي ماتوا غير. فلهذا الان الوقت كيداهمكم باش تبني واحد الجيل جديد، كيخصكم 20 سنه بين 20 ل 25 سنه. كيقول لك باش نكونوا جيل جديد كيخصنا 20 ل 25 سنه باش كنكونوا جيل من التحضيري حتى الجامعه، حتى كيخرج تخرج كنعطيوه داك المعلومات اللي كان المفروض ياخذها، وكنقريو ديك القرايه اللي المفروض تكون، وداك الثقافه اللي المفروض يخرج بها هذا الولد، ماشي نكرهوه في سميتو ونطلقوا له اللاعب ونجيبوا شوف تي في تقول له عرفتي الا ما نقلناش على هيرا لا باك الناس كننقلوا ولا باك وكلا ولا نقيل، وحنايا اختي راه نقيل هادشي اللي كاين، وهاد الحماق، وكنحاولوا نصلحوا ما يمكن اصلاحه. لذا كافة اخويا صلاه على النبي، نتوما اخويا كتعطيونا اتساع، كتبعدوا مننا حنايا، كتشوف حالكم، كناخذوا حنا حكم ذاتي ديالنا، وحنا غادي نكونوا ارحم على ولاد بلادنا اللي بحالنا بحالهم امازيغ وريافه، وحتى كاع المغاربه اللي ساكنين تما حنا غنكونوا ارحم عليهم منكم نتوما، لان راه طلقنا لكم المصير ديالنا سنين هذه، شنو بدلتوا لنا؟ شنو درتوا لنا؟ باك دفن الناس حين، رماهم الكوبطيرات في البحر، يقول لي عاوتاني هادشي ما كاينش، هادشي راه مسجل على شوف متورخ وموثق، هادشي مسجل متورخ وموثق. الحسن الثاني جرائم الحرب، بل وكنت اعتمد هاد اللجان اللي في اوروبا على هاد الملف من 58، من الاحداث ديال 58، وترفعوا دعوه يتحاسبوا جميع اللي كانوا متورطين ومازال لغايه الان كاين باقي فيهم لحين، وترقى الى جرائم الحرب، وهي جرائم الحرب ملي كتطلع بنادم في الكوبتر معصب في العينين ومربوط ورجلو ويدو ترميه للبحر، ترميه في البحر، ملي كتغتصبوا النساء والاطفال ودفنوا بنادم تما مقابر جماعيه، كاينه الان مقابر جماعيه، ولا ماب ديالهم كاينه في القياده هذيك في ليطا ماجور، كاينه الماب ديال المقابر جماعيه في الريف، وتفتح ملف الامم المتحده على هذا الاضطهاد وعلى هاد الناس، ويمشي المسار كامل لغايه الان. شنو قدمت لنا هاد الدوله العلويه ولا الملكيه ولا كيما بغيتي تسميها سميها، شنو قدمت لهاد السكينه؟ دابا حنا كنهضروا غير على الريف، دابا مازال ما هضرناش على المغرب في وسطو وداكشي، دابا غير باش هاد الملف ديال الريف. الان نتوما مطالبين باش تطالبوا بالحكم الذاتي ديالكم، باش تسيروا اموركم باموركم، باش ديروا محاكم فيدرالية ديالكم، باش ديروا قوانين ديالكم نتوما، باش الثروات ديالكم تستافدوا منها نتوما، رجال الاعمال ديالكم عندكم بالالاف، اغنياء فلوسهم غير مشتته في العالم كله،
ما بقاوش كيبغيو يستثمروها في المغرب، يستثمروها مع الشلهبية مع الشفارة، مع من يستثمروها؟ مع الشلهبية ما يستثمروهاش مع الشفارة. منين البنكة في المغرب كتحط فيها فلوس كيديوها لك كيقول لك سير عند هذاك اللي حطينا له بالغلط دبر راسك معاه، ها نمرتو وسير دبرو. هذه بلاد جيت استثمرت بها، عندكم لغة واحدة موحدة، كتعرفوا بعضياتكم، كتعرفوا الأمور ديالكم، تطالبوا بحكم ذاتي ديالكم وتبعدوا من هاد الدولة المخزنية، ديروا حدود ديالكم وفضينا، هذه بلادنا حنا نقوموا بها وحنا حنا مواردنا خويا نتصرفوا فيها، حنايا نمشيو أمورنا بأمورنا، ديروا جامعات ديالكم ومستشفيات ديالكم وأمور ديالكم، وعندكم خيرات وعندكم آلاف ديال الأمور اللي تقدروا تستافدوا منها، وحتى هذاك الحشيش راه تستافدوا منه، حتى هذاك الحشيش راه تستافدوا منه. دابا الناس اللي كيسمعوا داك الحشيش كيتخلع، كيقول لك الحشيش تجار مخدرات، هل تعلم أول الكلب هذاك كيما كيخلي دابا كنهضر مع عبدو داك عبدو الكلبي قال لك تجار مخدرات، هل تعلم أول الحمار بأن الماريوانا هي عشبة من الأرض، وبأن هناك ولايات هنايا ولايات اللي كتزرعهم كيديروا كاع كيصنعوا منها الأدوية، كيصنع مفيدة لصحاب السرطان، مفيدة لواحد الأمراض مزمنة بالآلاف، إلا تم السيطرة على هذيك العشب العشبة هذيك وتم التعامل معها، كتخرج منها واحد العدد ديال الأدوية وهي مفيدة لواحد العدد ديال الأمراض المزمنة وبزاف ديال الأمور. تجار مخدرات وهذا، ما بقاش غير في الحشيش كيكميو الحشيش، راه المخدرات هي الهيروين وهي الكوكايين، أما الحشيش راه غير من سميتو حشيش عشب عشب، فهي دابا ربطات النعناع اللي برمشي واحد شي شويه ديال النعناع في شي كارو قول له ادخل الحبس حشيش، راه نبته ديال الله تلقاها الله في الارض كتنوض في الارض، ولها فوائد عديده تبتات علميا، وهذا الفيلم وهذه السطوري على الماريوانا وعلى تجارة الحشيش، الفيلم كله راه غير باش تنجح المصانع ديال الأدوية، هادشي اللي كاين باش تنجح المصانع ديال الأدوية، إن لا تلقوا الناس كدواء وكذا، راه دواء لواحد العدد ديال 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 المشاكل، ما بقى حد يمشي يشري الدواء، وراها في الارض كتنبت في الارض، هي تاع القزبور مخدرات والكرافس، ولكن خصو يحسن استعماله، يعرفوا الناس اللي كيزرعوه، مثلا في هادو اللي في كاليفورنيا راهم كيزرعوه راهم مقننينو بقوانين كيبيعوه بوصفات طبيه كيكذا، ماشي غير بومبل الكفتي، ماشي هكاك اولدي. فأتمنى أني قلت ما فيه الكفاية، والحرية للجميع لهاد المعتقلين هادو، عيد وأخص بالذكر السي حمودة والأخ ياسين والسي المهدي بوكيو إدريس المقاومة، السي ناصر الزفزافي، السي محمد جلول، نبيل ربيع، وجميع هاد الإخوان هادو، جميع هاد الإخوان هادو اللي مشاو ظلما وعدوانا في صمت تام، في صمت تام للشارع المغربي. وحيي كذلك المعتقلين عن اقليم جراده، هاد المعتقلين هادو اللي الدوله دابا باش هادي مهمه نقول لكم القضيه، الدوله باش ميزات هاد الناس ديال جراده على حيت هما رفعوا الرايه وداكشي، حيت هما رفعوا الرايه ياك رفعوا الرايه وكذا وقال لك وطنيين وغادي نعطيهم حقهم وكذا، وهادشي الناس جراده وغنت الله فيهم حيت هما وطنيين وحيت هما في شكال وحيت هما كذا. المهم مشاو تعتقلوا منهم، اللي اعتقلوا راه شي 40 ولا 50 اللي اعتقلوا بنات وولاد، وهذا مهم داو اللي داو. شنو هي الميزه اللي ميزوا بها؟ شنو هي الميزه اللي ميزوا بها هاد المعتقلين؟ غير هادو شنو داروا لهم؟ ما داروا لهمش داك الشد اللي نقطع لك، يصيفطوهم للفرقه الوطنيه الدار البيضاء ويديهم في كوبطير
ويبقاو عائلات ديالهم يشدوا الكيران وداك الشيء وكذا وهادي حطوهم غير في وجده. وهذه هي الخدمه اللي داروا لهم، هذه هي الخدمه زعما اللي داروا لهم دابا الدوله المغرب، هذه هي زعما الخدمه اللي وحسن باربا، هذه هي الخدمه اللي داروا لهم خدمتهم زعما حطاتهم لهم غير في وجده وعتقلهم، ولكن غير في وجده حداكم ها ما يلا هو باش تسميتو. فلهذا هاد الاخوان هادو اللي في دوك المناطق، راني قلت وعاودت قلت والله سيدي الدوله راه الحق ينتزع ولا يعطى، يؤخذ الحق كيتخاد صحه ما كيتعطاش كيتخاد كتوصل لواحد لان جميع السبل درتيوها مع الدوله، جميع السبل خرجتوا مسيره حضاريه ما نفعش، خرجتوا بالورد قبل منكم خرجوا بالورد ما نفعش، بالشموع ما نفعش، حماو لهم القطع الامنيه ديالهم ما نفعش، 64 معتقل شكرا للسي يونس. اذا شنو كنشوفوا؟ كنوليو كنرجعوا شنو كنحكموا عقلنا، كنتوصلوا اللوجيك كيقول لنا بان الحق ينتزع ولا يؤخذ. عندكم بزاف الاساليب ديال الضغط، قلنا لكم توقفوا الفواتير، حتى شي فاتوره ما تدفعوها كيما بغات تكون كتجيكم في البريه تخلصوها للدوله ما نخلصش كلكم، شي دابا واحد ولا جوج ولا 10 باش يحصروكم ولا 100 وكلكم، داك التضامن اللي شفتوا داك السمات اللي فيكم تكون على هاد الفواتير تقسموا للدوله الدهر دي ما والو والو ما ندفعش كلكم، ديك الاقاليم ديال الريف هذيك الحسيمه والجراده وكاع كاع هذوك الاقاليم كلكم كتعانيوا ما تعانوا من الكهرباء والفواتير الغالاء ديال الماء والضوء وكذا، كتخلصوا شي حوايج كاع ما كتشوفوهم بحال دابا دوز زيم وداك الار تي ام وداك الايتم كتخلصوها في الفاكتوره كتجيكم صحه تخلصها باش يطلقوا لك الشدود ويطلقوا لك الشطيح والرديح والتخربيق ها ويطلقوا لك وانت تخلص، انت تخلص بالسيف، تخلص بالسيف عليك تخرجوا. هذا نوع من انواع التضامن. الا شتيو الشارع ما فاتكمش قلنا لكم طلعوا للسطوحه وصوروهم كي القروده، طلعوا للسطوحه طلعوا للسطوحه، واللي ما عندوش سطح يعرض عليه صاحبه للسطح، وتوقفوا عصيان مدني ما كاينش. ولادكم حتى هما ما نصيفط الولاد للمدرسه، ما نمشيو للثانويات، ما نمشيو للمدارس، ما نخلصوا لكم ضو، ما نخلصوا لكم ما، ما نخلصوا لكم حتى زفته، نبقاو هنايا معاكم حتى ديروا لنا حل جذري. غادي يقول لكم خرج هذاك كيقول لهم بحال هذاك الخلفي خرج كيقول لهم ودابا بما يخص الفوسفات حنا لما تباع الفوسفات الفوسفات تباع خرج من الملكيه ديال المغرب، حنايا بعنا زعما حنا بعنا وقضينا فلوسنا ودرنا فلوسنا في جيبنا وحنا خاطينا، مع منين ما تشاورتي باش تبيعوا بعدا؟ ناقشتيها في شي برلمان؟ تشاورتي مع شي شعب؟ خرج عندك شي واحد قال لك بيع بشحال بعتو لعام اسيدي الله يكمل بخير حتى تفرشتو عمتو دابا الفوسفات؟ ياك كنتو كتقولوا الفوسفات ما كاينش كاع، واحد الوقت خرجوا شي وحدين كيقول لك الفوسفات ما داخل ديال العيف هذاك الشيء تريف ديالو تري والو كيديروا بصبع واقع زعما كيجمعوا صغير وراه يجمعوا لنا. وكون كانت غادي يخرج لكم داك حكومه هادو مخلفي وهذا العتباني وهذا التخربيق هذا الشمايت غير البهال غير المهرجين، غيخرج لكم يقول لكم ايوا راه هادشي راه خصو وقت، وانتم هادو كطالبوا ببديل اقتصادي، نحن هنا امام بديل اقتصادي كيبقى يخرجوا فيك عينيه، نحن هنا امام بديل اقتصادي ايوا هادشي راه خصو الوقت ايه وشحال الوقت وحنا عاطينكم يا الحسن الثاني راه 50 عام وهو عنده الوقت دلوقت، جا ولدو دابا هادي 20 عام قبل منو نقولو داك محمد الخامس داك الشيء كان مازال الروينه وداك الشيء الاستقلال والتخربيق وداك نعزل القديم ايوا العهد ديال باك، وجا دابا ولدو لا هو كمل 20 عام وفوق حتى الفوقاش زعما حتى الفوقاش هاد الوقت بغيتوه واخا واخا غنمشيو معاكم في الاطروحه هاد الوقت واخا ايوا كبادره حسنيه عفي هادوك الناس من دوك الفواتير، قال له والله ما كاينه الامكانيه، قال له باش نقصوا درهم واحد من دوك الفواتير، قال له كنت الامكانيه على الراس والعين وكاينه عندي ماك الامكانيه باش تخرج وتكتب في جريده بريطانيه ديال الاقتصاد
وتقول بان المغرب على استعداد باش يخسر 16 بليون دولار اللي هي 1600 مليار مغربيه. 16 بليون دولار، لا يا ربي اش من 1600 بليون مليار، وفين تحسبتها تحماق؟ 16 بليون، بليون يعني 16 مليار دولار يخسرها في سبيل ياخذها، وفواتير ديال ساكنه محدوده قد هكا ما قدرتيش تسمح تسمح تميك. ولكن عرفتي شنو اللي واقع؟ عرفتي علاش الدوله الدوله ما 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 ما, ما تبغيش تميك لك حتى في 5 دريال حتى في 2 دريال؟ عرفتي علاش؟ جاني اتصال، لان الا دارتها كتعرف بانه المناطق الاخرى ستحدو حدواهم، وتا هما غادي يديروا المثل، وتا هما غادي يطالبوا بسميتو، غادي يطالبوا باش تا هما يتعفاو من الفواتير لان تهلكوا. غير ما قادينش يخرجوا يقولوها عفرا، راه مهلوكين المغاربه دابا، راهم مهلوكين كاملين، غير ما قادينش يخرجوا يقولوها عفرا. ولكن غادي يخرجوا، غادي يزيدوا يتهلكوا بعد السياسات اللي غاديه دابا، غادي يزيدوا يتهلكوا 16000 مليار صح، غادي يزيدوا يتهلكوا، وغادي يخرجوا بالسيف عليهم. ما قلتها لكم، والله تتخرج، غادي يخرجكم الجوع، غادي يخرجكم الغلاء، وغادي يخرجكم عدم القدره على الشراء، غادي تخرجكم، غتبقى تشوف في الحاجه وما تقدرش، ما تقدش، وغادي تخرجكم الفروقات الاجتماعيه الخارقه، لان اين محل الفساد؟ بكتراب بالمسطاش بالشلاغم بالقدومه، اين محل الفساد؟ وراك يحل حداه واحد الطبقه هائله ديال الكادحين، وكيخرج في وسطهم مويليك في الدرب، مويليك في الحومه، مويليك الهيب، مويليك الهيب، مويليك الهيب، مويليك، ودوك المويليكين عاوتاني عندهم دوك العبيد ديالهم اللي كدا، وهي غاديه بالتدريج حتى كوصلوا، ولكن كتبقى واحد الطبقه كادحه على الجد، غادي تفرقعوا منكم، في وسطكم كاينه ديك الطبقه المتوسطه اللي هي معلمين موظفين بوسطاء و و و و، غادي تخرجوا بالسيف عليكم، غادي تخرجوا، غادي تخرجكم كرشكم، وغادي تخرجكم عدم الحاجة، غتخرجكم للشارع بلا نداءات، بلا والو، بلا ما نبقاو نخطبوا عليكم، بلا ما نقول لكم لا خرجوا لا ما تخرجوش، اللي بغى يخرج يخرج، ولكن غادي تخرجوا بالسيف عليكم، غادي سيأتي الوقت اللي غتخرجوا فيه بالسيف عليكم، ماشي زعما ما حنايا حنا كندرتشو معاكم وكنخرجوا كنقول لكم حقائق وكنقول لكم واقع معاش كاين نتوما كتشوفوا فيه وساكتين وكتقولوا لا لا هذا لا هذا باغي لنا الفتنه باغي لنا سوريا، ولكن غادي يوصل عليكم الوقت وغادي تخرجوا نعاسي. الله ولدي ما خصكم منها والو، والله ما خصكم، غادي تخرجوا بالسيف عليكم، واخا نتوما ما باغيش تخرجوا غتولي مجبر باش تخرج. ايا وهادشي اللي كاين، وحنا الى ان الى ان تستفيقوا نتوما حنا راه غنبقاو غنبقاو مره نخرجوا نقول لكم داكشي اللي كاين، ما عندنا عليكم فين نمشي والو، غنبقاو كنقولوا هادشي غنبقاو نخطبوا عليكم ونعاودوا ونقولوا صافي، وحنا قصارين. ايوا المهم اظن انني قلت ما فيه الكفايه و وعطيت لهذاك الكلب الحق ديالو اللي يستاهلو وفيت في حقه. ايوا هادشي اللي كاين، والا كاين شي سؤال غتسمحوا لنا الاخوان انا غادي ندخن، لان الدخان راه ما كيدوزش في وسط التليفون، واللي غادي يقول لي الاحترام وكدا على الكارو وكدا ديك القضيه الاحترام خرج قولها للحسن الثاني فاش كان كيشخدو لك في وسط الخطبه، واخا راه كان كيشخد لك اللي كيعقل على الحسن الثاني، راه كان كيشخد الكارو في وسط الخطبه بلاتي. غادي نشوفو غادي كان كيشخدو عليكم في وسط الخطبه، واخا اللي كيعقل عليه. خرج شي واحد شي يقول لك كيكمي الكارو زعما بحال كفر، الله يعفو علينا كاملين، كيكمي راه كيكمي، ولكن غير باش نحيدو هاد القضيه هادي.
راه الا جيت تخرج لي من هذا الباب هذا تقول لي راه علاش كتكمي وكذا، يرجع يقول علاش الحزن الثاني كان كيشخدوا لي في وسط وجهك، ما تقدرش تهضر هضر. بردت لك سي المرضي ايوا خويا، انا قلت له غير داك الشيء اللي سميتو اللي يستاهلو، قلت له داك الشيء قلت لي اللي زعما راني وفيت في حقه، داك الشيء اللي كان عليا خصني نقول في حقه راني قلته، ما كنتش كنبغي لان شوف كنت غنخرج له شحال هادي، كاين انا الاخوان صيفطوا لي هذا الفيديو هذا وقالوا لي اودي راه هذا السيد راه كيهضر، وانا والله سيدي ما شفتو، وبزاف الاخوان قالوا لي اودي شوف، بزاف الاخوان قالوا لي رد عليه، وبزاف الاخوان عاوتاني بزاف قالوا لي اودي شوف انت ماشي مستوى ديالك تنزل مع هذاك غير حمار وكذا، وخديت بالنصيحه ديال هذوك الاخوان اللي كانوا كيهضروا بالعقل قال لك اودي، ولكن ملي تبقى تهاجمني 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 وكذا وانا نبقى ساكت وانا ما كنشوفش ما شفتش داك الشيء حتى تفرجت في داك العجب غادي نبقى ساكت، اذا بحال انت يعني هذا الشيء اللي كيقول هذا الحمار هذا راك انت كاين هذا الشيء حقيقه، هي هذا احتراما لهاد الاخوان اللي متبعيننا وداك الشيء انا تكلمت عليه اول يعني اخر مره غنتكلم عليه، لان انا فهمت بانه هو كيقلب غير على الشهره، هذاك انسان كيقلب غير يطلع المنصات ويطلع لسميتو داك التخربيق الخاوي، حنا داك الشيء كون بغيناه وكون راه وصلناه واه ليه، وكون حنا بغينا هذاك الشيء وكون فينا ولدي انت اللي شتي غير هذا وزير ديال غير فاشل غير شماته كلا المغرب كامل شفاق تال وكتخاطف كترجف كلك باش تصور معاه، وكون شغلتي المناصب اللي شغلت وشتي رؤساء دول وشتي وزراء خارجيه الدول العظمى، ها وما تخطفناش ما تهاتفنا باش نجري ونتصوروا معاهم ولا ما حدانا حدانا كياكلوا ويشربوا كيتسارى وكيدوروا كاع ما درنا هاد الفضيحه الكحلال ديال دول عظمى عظمى وقاده ديال الجيش ديال دول عظمى كتزعزع كبار كتشوفهم انت غير في التلفازه وما درناش هاد الفضيحه هاد. المهم الا كاين شي الا كاين شي توضيح ولا شي سؤال راه دازوا الاسئله كنت كنهضر، الا كاين شي شي سؤال ولا قبل ما نسميتو قبل ما نمشيو الى زعما الا بغيتو شي سؤال ولا شي لعبه ولا شي تحياتي لسي سعيد، سي سعيد راه معانا يلا شتك اخويا امري واش بغيتي تمنعيه من الكلام اخي هشام مشيري في كلامك وجه البوجيبه كلامك وجهيه شنو شنو امال الريفيه واش بغيتي شنو قالت هاد امال الريفيه بلاتي نشوفوا هاد امال الريفيه شنو قالت اخويا انا مات امال ولا خديجه ولا بوجيبار ولا ما دير رحنا تكلمنا قول لينا واسمو صاحبك قول لينا خويا واسمو واقع صاحبك بلال اخويا بلال هذه مده ما تواصلتش معاه ولكن انا كنشوف من بعيد هذاك الشيء هذا كدا مره كيخرج هذا كيقول لك انا خائن الاخر كيقول لك كذا والاخر كيقول لك انا غنسحب والاخر شوف انا قلت لك الحركات النضاليه في العالم كله في العالم كله كيفاش كتحارب كيفاش كتحارب هذيك الجهه اللي كيكونوا كيحاربوا هذيك الحركه النضاليه مثلا المخزن دابا اللي في الحاله ديالنا حنا المخزن ديما كيقلبوا على التفريقه فرق تسود فرق تسود هذا الشيء اللي وقع بالضبط لهاد الاخوان اللي في اللي في الريف اللي لعبوا لهم بزاف ديال الالاعيب ان اخوان ما عندهمش خبره مع المخزن مع الناس خرجوا مساكن تلقائيا من نفسهم ناس ماشي سياسيين محنكين ماشي كل واحد كان في المجال ديالو وكل واحد كان في سميتو في حياته الشخصيه وفي داك الشيء ديالو وحتى تنط النوضه خرجوا بنزعه رجوليه ونزعه شخصيه يعني غيره على هذوك الاخوان وعلى هذا فالى وقع بيناتهم شي مشكل ولا كذا انا دائما اتهم النظام النظام هو اللي جبد لهم هذا الشيء كله ولا كاع ثبت في حق شي واحد شي تطور في شي فيديو ولا في شي لعبه راه النظام اللي بناه له اللي بناها له وفي النهايه حنا كنا بشر راه النظام اللي بنالو بناها له حتى طيحو في ديك المصيده ولا وبقى يهددو ويقول له كذا اما راه معروف هذا الشيء زعما
اما بالنسبه للخلاف، الخلاف راه كيوقع في وسط الدار. كاينه دار دابا كيكون فيها واحد خوك انت وياه صافا با، وواحد اختها مع اخته واختها مع اختها، وكيكون فيها ولكن في الاخر كيتصالحوا كيولي كلشي المياه كتمشي في المجاري ديالها. حنا الان كنشوفو كنهضروا باللوجيك وبالعقلانيه. انا ما كنمارس الاستاذيه تاع على شي واحد، وما كان ما كنمارس القياده تاع على شي واحد. انا ديما ملي كنخرج نهضر كنهضر بالاراء ديالي الشخصيه التي اعبر عنها، وانوب على بعض الجمهوريين، على بعض الجمهوريين انوب عليهم، وكنقول داكشي اللي كيقولوه هما، التصورات ديالنا اللي كلنا كنمشيو فيها كنترجموا انا الواقع مباشر على الاخوان. لان كاين بعض الاخوان عندنا اللي ما عندهمش مع الخطابات، ما عندوش مع يهضر، ما عندوش مع بزاف د الاخوان. فانا كنقول الراي ديالي الشخصي الذي يشاطرني فيه بعض الاخوان الجمهوريين. وحنايا ماضون كذلك في تاسيس حركتنا وفي امورنا هذيك الشخصيه، راه حنا غاديين في الامور ديالنا، ولكل حادث حادث. حنا غاديين ديك الامور ديالنا غاديه، غادي داكشي بالوقت ديالو، بالامور ديالو، بالاسس القانونيه ديالو. حنا غاديين في التوجه ديالنا، ما غيوقفنا حتى واحد، غادي وقفنا حتى شي واحد زعما. ولكن كنخرجوا كنسديو النصيحه لهاد الاخوان كاصدقاء وكاخوان، بغاو ياخذوا بها ياخذوا بها، ما بغاوش ياخذوا بها غير هو. انا راه ما يمكنليش نخرج ننتقد شي واحد من هاد لا من الحراك الجراده، ولا من الحراك ديال الريف، ولا انا ما غننتقد حتى واحد، ولا من الاخوان الجمهوريين الاخرين، ولا ما غاديش ننتقدهم. لان علاش؟ لان حنا كلنا عندنا عدو واحد، كل حنايا عندنا عدو واحد. انا جمهوري يا سي يونس، انا جمهوري، نعم انا جمهوري، ولكن انا لست جمهوري ملحد، انا جمهوري مسلم، انسان عادي بحالي بحالك، ولكن اؤمن بالفكر الجمهوري، اؤمن بالفكر الجمهوري. وانت الا كنتي ملحد مرحبا بك، ما كاين حتى مشكل، شغلك هذاك، الحد بينك وبين اللي خلقك، شغلك. ولكن انا نكون خوت نتلاقاو ونجلسو نشربو القهوه، يجمعنا وطن واحد، جمعنا حقوق. وانا خويا بسلم راه غادي نمشي نصلي صلاتي في داري، ولا في الجامع، ولا نصوم، ولا شغلي هذاك، هذا هو انا. اه صافي، هذا هو انا، باش تكون زعما واضحه عندك الرؤيه، هادشي اللي كاين. فلهذا انا يعني ما غاديش يمكن لي نخرج وننتقد هاد الاخوان. هاد الاخوان كلهم اصدقاء ديالي واخوان، والمشاكل كتوقع في العائله، ما بالك بين مناضلين كل واحد من 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 توجه مختلف على الاخر. فلذلك المخزن راه هذا. وانا قلت لهاد الاخوان، كنت سديت لهم النصيحه وقلت لهم الله يخليكم، فاش بدات هذه المناوشات وهذه المشاكل قلت لهم راه المخزن كتبدل، تهديو له نتوما دابا القطعه ديال اللحم ياكلها ويتصدحك عليكم وكيدير لكم فريق تسول. هاد الاخوان انا ما غيمكن لي باي سبيل من السبل باش نهاجم شي واحد في هاد الاخوان، لا اللي في جراده، ولا اللي في الرشيديه، ولا اللي في اي مكان، ولا اللي في الحسيمه، ولا اللي في اوروبا، ولا هاد الاخوان عندنا حنا عدو واحد، وعندنا حنا توجه واحد، وعندنا هما عندهم توجه خبزي، وعندهم توجه مطالب، وعندهم معتقلين وكذا، نتفهم ذلك ونشاطرهم الراي وكنمشيو معاهم وكنتضامنوا معاهم. هما الاطروحه ديالنا كتبان لهم صعيبه شويه، ولكن مع ذلك كيتعاطفوا معنا لاننا نحن نتعاطف معهم. كتبان لهم الاطروحه ديالنا صعيبه شويه، فيها با الملك وكذا، وحنا وعندنا المعتقلين دابا، اتفهم. ولكن كيقول لك اودي مادام نتوما كتشاطرونا الراي وكتحسوا بداكشي اللي كنحسوا به، وحتى نتوما كتعانيوا هذاك الفقر وهذاك الامور وداك التهميش وكذا، حتى حنا راه كنشاطركم الراي، ولكن حنا غير تال عند الملك اخويا، وحنا غير سمحوا لنا، راه حاليا ماشي مهيئين حنا باش نكونوا ضد هذه الملكيه في المغرب. هذا هو اللي كاين. وانا اتفهم بالعكس ملي يخرجوا بحال هاد الاخوان، وانا راه كنتكلم حتى مع اخوان ملكيين كثار اللي عندهم المنطق ديال الحوار. انا تكلمت مع العديد، وفي منهم واحد الاخ في ايطاليا بعث لي واحد الفيديو اي مؤخرا، صيفط لي زعما وتناقشت معاه، والدري واعي ومزيان، يعني ماشي حقود، بالعكس كيتناقش وكيتصنت مني ومنك، صنت لي وكنتصنت له وكذا، وكنتواجهوا بحقائق وارقام وامور وكذا. ف
فصيفط لي واحد الفيديو زعما هضرنا بزاف على القمع وكذا. صيفط لي واحد الفيديو ديال واحد مصور في شي ولايه من الولايات الامريكيه قابطين واحد في الارض كذا وكيعنفوه البوليس مجموعه على شي اربعه وكذا وطاويينه في الارض كيضربوه وكذا وهادي وكذا وزعما بغى يبين لي بلي راه حتى في امريكان زعما راه كاين هذا الشيء وكذا. واخا حتى في امريكان كاين واخا، ولكن انا نجي نوريك الفرق. دابا الفرق انا نوريك ولا في اوروبا ولا الفرق دابا انا نوريك الفرق، وهو تحدث في الامريكان بحال هادي. واخا تصور هذا المقطع ديال الفيديو، مرحبا. هل تعلم ان العائله ديال هذاك الضحيه يقدر يسوي كيقول لك سو، يقدر يرفع قضيه ضد الشرطه ويربحهم بهذاك الفيديو بدوك الحقائق وكذا ومصور؟ هذا اذا كان، لان حتى الشرطه غادي تدافع على راسها، غتقول لك اودي راه كان عنده فردي وهالفردي وكي باغي يجبدو باغي يقتلنا بالفردي ولا باغي يقتل الناس، راه كيقاوم راه بصي بغا نضربوه، راه نضربوه باش نحيدو له هادشي، ولا عنده مضى ولا عنده بومب ولا عنده شي لعبه، غيدافعوا على راه غادي يشوفوا وفعلا غيتثبت. ولكن الا تبت العكس وغير كيتضرب هكذاك، صدقني يا عزيزي بان تربح وزاره الداخليه ديال الامريكان تربحها في المحكمه، وانت بوحدك شخص بمحامي تربحها وتدفع لك الفلوس بصعويض اللي طلبتي تدفع لك. وقعات ماشي ما وقعاتش في كثير ديال المجالات، هيا هذا هو الفرق. ولا وقعات في اوروبا ولا في الانجليز، الفرق وهو ان العداله كتاخذ المجرى ديالها، ما كتوقف لا مع البوليسي ولا مع عند فين كان ما كان الحق كتعطيه المول الحق. هذا هو الفرق، شتي الفرق سي الاستاذ؟ هذا هو الفرق. فلذلك يعني انا احترم حتى الاخوان هادو اللي ملكيين واللي كذا واللي سميتو كنحتارمهم، ولكن انا خويا والمجموعه اللي معايا والاخوان اللي كي شطروني الراي كنعرفوا بان هذا كله هضره خاوي. تعرف علاش هضره خاوي؟ انا نقول لك علاش هضره خاوي، لان وكون كانت هذه الملكيه عندها زعما شي نيه صالحه ولا عندها شي تجاه هاد المواطنين ولا تجاه هاد فعلا كتطبق هاد الديمقراطيه التي تتغنى بها في 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 في, في المحافل وفي هاد قنوات الصرف الصحي وفي هاد الامور. ولو كان لو كانت كذلك، لو كان هناك في المغرب تيار ولا حزب جمهوري يكون في المغرب على غرار اسبانيا على غرار هولندا على غرار بريطانيا، يكون حزب جمهوري ياك انت تايق في راسك وكذا وكذا، هادوك غادي عندهم التصور ديالهم عندهم الناس اللي تابعينهم، وانت راه عندك التصور ديالك وعندك الناس اللي تابعينك وتناطحوا في الخدمه، تناطحوا في الخدمه. ايوا عطي الفرصه لهاد الناس يخدموا ودير لهم حزب ديالهم جمهوري في وسط المغرب، وتما الديمقراطيه، تما يقدروا الجمهوريين يقبلوا بهذه الملكيه. لو كان حيز الديمقراطيه مفتوح ويكون حزب ديال الجمهوريين في المغرب اللي كيطالبوا بالجمهوريه في المغرب، مع انه كاينه ملكيه كيما كاين في اسبانيا وكيما كاين في الانجليز، واحد الحزب كاينين جمعيات كاين في وسط الانجليز وفي السويد، ايه وكيوصلوا وكيدخلوا للحكومه، ايه وتناطحوا هادو الناس يقدموا اللي عندهم وانت قدم اللي عندك، ايه والشعب راه غادي يختار، الشعب يختار شكون اللي مع من يمشي الا ما كنتيش خايب. ولكن دوله مخلوعه خايفه لان مبنيه على الباطل وعارفه غير الشفاره وعارفه داكشي كله مسوس، داكشي كامل خصنا صابون تازة باش نغسلوه، وعارفه الدوله مورطه في الديون، وعارفه المغرب تباع كامل، وعارفه بزاف د الامور اللي ما غيمكنلهاش، ما كايناش الشفافيه، ما كاينش ديمقراطيه، ما كاين تازفته، باغين والو طق طق واحد، حنا بوحدنا الله هو حنا سالينا ما كاينش شي حاجه اخرى صافي، وحنا وصافي وسدات حنا ولا نموتو كامل. ما يمكنش، ما غاديش يمكن، راه في اوروبا في هولندا مثلا ولا في الانجليز ولا في السويد ولا كتكون عائله في دار وحده، عائله تخيل عباد الله، عائله في دار وحده، كيكون الاب والام والاخت والاخ، اوكي كاين كتلقى الاب والاخ
والولد ديالو ضد الملكية، كتلقى الأم وبنتها وواحد ولد آخر مع الملك وكذا، وكيضحكوا بيناتهم وكتلقاهم بيناتهم كيشي كيسميسو وعادي وعايشين. راه دابا هذه عائلة، أم وولد وولدها وكذا عائلة، وهادو كيضحكوا على الآخرين والآخرين كيضحكوا على الآخرين، كيقول له أنتم زوج عندكم وحنا زوج، كما كتسمحوا لراسكم السبيلة. راه إلا كاين شي واحد خصو يمشي لتما راه هو أنت، هاد بلال الريفي، كما كتسمحوا لراسكم انت تشجع الريال والاخر يشجع البارسا والاخر يشجع اتلتيكو والاخر يشجع المان يونايتد والمانشستر سيتي، ايوا راه وفوسط دار وحده كيكون هذا الاختلاف وكتسمحوا به، الا فاش كتوصل عندكم الاله السادس الهبل كتوليو لا مالك بحال لا كفر، بحال لا كفر بالاديان كاملين، بحال لا ما نعرفش نوقع، بحال لا عرفتي بحال لا كفر الملك كلهم كيديروها، كاع الراجل كيتبرى من ولده والمراه كتبرى من بنتها وكيتخلعوا كاملين وكلشي كيهرب وكيعلق وكيهربوا، اللي كان في الصالون كيهرب طلع على السطح بالخلعه. علاش علاش اخويا انا عقلي فيه الافاق مفتوحه اكثر من عقلك، انا بقيت كنفكر تاع عييت لقيت بلا ما يمكنش واحد يسيطر على ثروه ديال 40 مليون ديال البشر ما يعطيهم تزفته. لقي لقيت راسي ما يمكن ليش، ما يمكن ليش انا نتعايش مع هذه الفكره هذه، هذه المنظومه هذه ديالك انت ما يمكن ليش. لقيت راسي ما يمكن ليش نشوف انسان بحالي بشري بحالي بحالو نبوسلو يدو من هنا ومن هنا ونركع له 6 ركعات، ما يمكنش. لقيت راسي ما يمكن ليش، انت يمكن لك ولكن انا مختلف عليك. واش صحه واش صحه؟ ما يمكن ليش. فهذا هو اللي كاين، باش نكونوا زعما واضحين، المغرب ما فيهش ديمقراطيه، فيه ديكتاتوريه، اما انا او نموت، اما انا بوحدي ولا والو. وبنجوها لكم بلي باري بلي باري بلي باري بلي باري بدوك دوك من الصغر من الصغر، وفي حتى في المساجد حتى في وسط الخطبات الجمعه. ودابا الخطبات الجمعه يدخل الخطبات الجمعه وما يدعيو مع صاحب الجلاله وصاحب الجلاله وصاحب وما يدعيو معاهم، واش هادو هذا ائمه؟ هادي واش هادي ائمه؟ راه الخطيب ديال الجمعه راه خصو يدير الخطبه الجمعه على حساب المنطقه التي ينتمي اليها، وعلى حساب ما يجري داك الاسبوع، داك الاسبوع مستجدات داك الاسبوع. والخطيب الجمعه خصو يدير الخطبه الجمعه على حسب ما تعانيه هذيك المنطقه التي هو يخطب بهم هما في ديك البلاصه. الا كانوا كيعانيو من الماء والضوء وداك الشيء ينوض ويمشي يبحث ويقلب ويقول هاسي هاسي الوزير ديال كذا، يكون هو بحال برلمان ديال هذوك الناس، ماشي يصيفطوا له الورقه طر تيجي هو يقرا كل عاش الملك كل وانا وعاش الملك ونسال الله ان يجعل العلويه وان عرش العلويه وكل شات خربيق هذا شيوخ البلاط وما هادو شات خربيق هذا. هادو هو الخطيب الجمعه. اذا انا غادي نضرب على هذوك المساجد، غنضرب عليهم وربي راه الفوق كيشوف، ربي راه الفوق كيشوف. غتجي انت تقول لي بداك لا راه من صلى مع الجماعه في كذا وكذا، وفاش تكون جماعه جايه جماعه هذا ماشي دابا باش كيتلاقاو لك الاخرين دابا عاوتاني كيقول لك انت كتقول له ما سيدي انا هاد الجامع اللي ولا هكا ما عندي ما ندير به، نصلي في داري نصلي بولادي ومرتي ووليداتي بجوج ولا ثلاثه، وانا اختي ساكنه معايا امي وبا وسالينها جماعه. كاينو دور كيخرج لك شي واحد كيبقى يدير لك الحياه كيجرى بحال هكا وكيدير لك قال صلى الله عليه وسلم وقال وقدو كتابي وقال وكدا، انو خصكم تكونوا مجموعين وجماعه وان الله وكدا والاهجر في الخطوات من هنا للجامع وانت غادي والاهجر وكدا. هذيك منين كتكون الجماعه جماعه، ملي كتكون يا الجماعه يا جماعه، قلبي على قلب خويا على قلب اللي حدايا على قلب، ماشي اللي واقف لاخر حاسد لاخر والاخر اللي ناصب على الاخر وكيصلي حداه والامام حتى هو كدا والاخر كلشي مخلطه مخلطه مشبكه. وغادي تقول لي لا راه الجماعه وجي الخطبه يبقى يدعي غير مع الملك والناس كتعاني. راه الخطيب الجمعه راه خصو يكون كيهضر على ما يقع في هذيك المنطقه اللي هو كيخطب بها في داك الاثناء ولا في داك الاسبوع ولا في داك الشهر.
ولا في ديك ما يعاني هذوك الناس اللي معاه اللي تما. ولا كانت شي قضيه وطنيه هكذا كيعانيو الناس بزاف فيها وكذا يهضر بالكلمات الحق ويقول شنو كاين، ماشي يخرج يقول لك لا للفتنه وانما انقذ الفتنه. واش هي الفتنه؟ هي نقول لك عطيني رزقي، هي نقول لك جلست تحاسب معايا، هذه هي الفتنه؟ واش هذه هي الفتنه؟ اش هاد الخوار هذا؟ اش هاد الكونطابيليتي هذه؟ كي دايره هذه؟ فين كاينه هذه؟ فين؟ وزادو كيرميوهم في وسط اوروبا هاد الشميت هادو، بحال هادو دابا في وسط اوروبا تابعين تا هادوك اللي هربوا، هربوا تابعينهم تما، جايبها لهم وزاره الاوقاف حاطه هما دابا ريافه، بناو الجامع فلوسهم ولا عربو وريافه وكاع مخلطه فيهم، بناو الجامع فلوسهم وساهموا، كتلقاهم كيسعوا واحد المسجد بناء مسجد جزاكم الله خير، كيكونوا عرفتي كيف هما كيبنيو ويساليو ويديروا فيه الموكيت وكذا، كيقول لك السفاره راه غتصيفط لنا الامام هذا الشهر، ايوا راه جاي الامام، ايوا راه جا الامام. ها ملي كيجي الامام كيعطيو عاود السكنه ويديروا له فيه الفاكس، كيعطيو السكنه اول حاجه قبل الثلاجه كيجيبوا له الفاكس، كيجيبوا له الفاكس يحطوه له تما. هو كيجي لهم تما سير قرا على هذا ويبدا عليهم وان وقتها، ويبدا يزرع لهم، يبدا يزرع لهم، يبدا يزرع لهم واحد الافكار، واحد المهم المجمل ديال هادشي كله، المجمل ديال هادشي كله اللي كيزرع لهم فيه في الاخر ديالو كله انه الملك هو الاله، هو اله، هو الله، استغفر الله العظيم. هادشي اللي كاين تابعينكم حتى لاوروبا. فلهذا انا قلت هاد الاخوان اللي في الجاليات ديال اوروبا واللي بناو هاد المساجد وساهموا فيها، طردوا هادوك اللي كاع اللي تشموا الريحه ديال وزاره الاوقاف هذيك برا. الله يهنيك، الله يهنيك. راه كاين في وسط اوروبا تما من الجاليه، من ابناء ولاد الجاليه اللي دارسين الشريعه واللي دارسين واللي امو بالناس 100,000 مره بلا وزاره الاوقاف وبلا وزاره التخربيق. وزاره الاوقاف سير وقف بها في التبعني تال اوروبا اللي هنا التبعني. ايوا هادشي اللي كاين. وتحياتي لجميع الاخوان اللي شاركوا معنا، وتحياتي لجميع الاخوان اللي سمعونا واللي سمحوا لنا الى بدرات منا شي كلمه هكا ولا هكا. المهم اللسان راه ما فيه عظم، وسمحوا لنا الى زعما ثقلنا عليكم والى قلنا شي كلمه ماشي هي هذيك. كنشكر الاخوان كاملين على المسانده، كنشكر السي سعيد، السي انس، السي عبد الواحد، واحد السي مصطفى من اقليم الرشيديه، واحد الاخ عزيز وصديق. كنشكر جميع الاخوان من مدينه اسفي، كذلك عندي اصدقاء في مدينه اسفي. كنشكر جميع الاخوان من اللي في اوروبا، الاخوان والاصدقاء والمناضلين. كنشكر جميع المناضلين اللي كيتواصلوا معايا، وكنطلب منهم يسمحوا لي الا كنجاوبهم حتى مورا بنهار ولا بيومين، راه يلاه كيوصلهم الدور ويلاه كنشوف داك الشيء راه عظيم وكثير. وراه يلاه يلاه مع ما تنساش راه تاينا عندي حياه شخصيه ديالي وعندي امور ديالي وعندي مشاغل ديالي. فلهذا كنشكركم وكنشكر جميع الاخوان اللي سمعوا لنا هذا اللايف هذا، تحياتي لكم وشكرا على حسن تتبعكم. شكرا لكم، دمتم بخير والى اللقاء.